صار ضرب 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 باش اللايف يتحرك. راه من 10 دقائق غادي يساليو. ضرب ضرب في الشاشة، ضرب ضرب في البانطايا، ضرب 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 باش اللايف يطلع. حيد صاحبي حيد هكاك. ها احنا في تايلاند يا خويا، راك تشوف السمك راهي دايرة. كابونكا كابونكا، يا شكرا كابونكا. الضحك الفرخة. ما انا ولدك. طلقي لنا شي ديسكي توب، هذاك مول السانتي عفريت. شبدا يا خوة بغيت ندخلو، قالت لي راه من هنايا، قالت لي 20 كدا، المهم على ما فهمت 20 دقيقة كلوز. معليش مرة غدوة 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 نخرج لهم بكري، اليوم خرج تروطار مرة هالفرخة. سانتيتيزور واعر صعيب كاع. شوف 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 بوتيفار. تركي لنا شي حاجة محيحة. تنغم هاد الشي تشوفو غير في الافلام. هاد الشي شكون اللي يحزن، انا ولا رشيد شو؟ رشيد شو يضرب 8 مليون في الشهر. انا اقولك شارك عندي غير في القناة ديال اليوتيوب ما تبغيش. طز ديسك عيان. اضرب في البانطايا، اضرب اصاحبي، اضرب اضرب. عرقتوني، حيدت لك ماما. حاج قال لي فوت فوت. سلام نرجس مرحبا. مرحبا حسن.
لك نرجس. ضرب ضرب في البانطايا، ضرب ضرب في البانطايا، ضرب. ماشي غير الحياة، فوق الحياة، فوق الحياة. فرها كورونا، غير قولي لي فرها كورونا. هيا هيا فرها فايتة. صافي كملت الفراجه لعقاش قبيله، قالت لي انا، قالت لي 20 دقيقه، قالت لي هو كلوز وغادي يبلعوا. خفت نمشي ليها غير فاكونس، وداك الشيء اللي راه واقع لي انا. انا راه الطياره البارح كانت عندي لو 17، كانت عندي الطياره وسمحت فيها، وراني قعدت راني دومونديت فيزا غدوه، يعطوني باسبور غدوه، ندير لكم الفيديو على الفيزا الا جابوها لي. غادي نقعد في فبراير انا عندي دروك، كيفاش دخلت عطاوني 30 يوم يعني حتى لو 30 جانفي. اوف على ريحه نتاع الشوا. صافي ساله كملنا الفراجه، ها هي اللي ننطلق. كبيره اللي بقات لهم غادي يكملوها. ايوا نتمنى ما يزيدوا شي ديسك يخليوني نتحرك ويزيدوا شي ديسك. لا اخويا ما نجي، اختي ما نجيش، ما نجيش. فين نجي؟ فين نجي؟ غير قولي لي فين نجي. دخلت عليك بربي صاحبي، هضر معايا في التليفون واتساب، وراني وجهه الشتاء والبرد. قال لي، قلت له فين راك؟ قال لي راني في فالنسيا. عاد فكرت انا باللي راه عندكم المشتى في اسبانيا، وما انا راني دايف بالي باللي راه الصهد. واه هاد الطاكسيات، انا هاد الطاكسيات هما مدرزيني، هادو واحد مور الاخر. يومين فوت عليهم هز التليفون. صبر صبر صبر. هيتوب شتو مشات الموسيقى كيف والو. شو بنادم راني داير الزوم ياك. صاف شنو هاي بطايا؟ والله بطايا يا اخ العرب. شوف شوف صاحب السيارة يضربنا. شنو شنو المضاربة المضاربة المضاربة؟ ما جيسبيغ تكون المضاربة المضاربة. هاي لا حيحت عليه. سبحان الله تشبه له في الوجه. هنا عاود راك تشوف سهر الليل واعر. قال لك كورونا. شو كورونا؟ شت كورونا ولا ما شتهاش؟ هاي كورونا اون بيرسون. يا العفو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. إنا لله وإنا إليه راجعون. استغفر الله. ولا 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 هاد الليلة هاد النهار وجه له يبان لي. واش هادي؟ والله يا خويا قبل 6 سنين كنت هناك. والله لازم ترجع يا أخي. لازم 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 ترجع مرة ثانية وثالثة ورابعة. والتركماني داير لاباس غير بالكباب. شوف شوف انظروا انظروا الفسق.
الخمر والفسق. وركز كروطات وماكله دجاج الحوت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شت الحوت ولا وقام بمبخره. سير فين هذه البلاصة؟ في تايلاند، في باتايا في تايلاند. لا لا حمتي لا محاي حمتي. واش كاين هاد الليله؟ لازم نصور شي مضاربه. قلت نهترف على قصيده، صورت قصيده راها عندي في اليوتيوب. جوج دريات وشينوي داروا قصيده بلا موطو دخلوا في كاميون. راني مصورهم وحاضر على القصيده من البدايه للنهايه. داير الكاميرا الصغيره الكاميرا الكبيره ريد شو حسيت بشي حاجه. تليفون راه هنا باقي لي المضاربه. المضاربه مازال ما حضرت شي مضاربه هنايا، ولكن هنا الكاميرات والبوليس هنا كل اي واحد يخاف يدابز. علاش سيكوريتي بزاف. هذا راه مبرزتني هذا الكابلي كنحس به بحال الا كانوا محيحين داك البار وغير قدام الدار عندي وانا كي الكامبو هو تسمعت الماسك كي هو تمشيت ولقيت واحد المريره منين ندخل ندير بلاصتي حتى انا شفت فيها شفت فيا جات عندي قالت لي وانا اخوكم راكو عارفين لونجلي مجد 20 على 20 درت لها غير بيديها زعما كلوز زعما مبلع دارت لي ياس ياس سمعت ديك توينتي زعما وراتني الساعه قالت لي زعما 20 دقيقه وغادي نسدو. قلت والله ما نحرمكم منها ندير لكم اللايف درت لكم اللايف. تحياتي لك اخي ولكل مغترب محمد من برشلونه ولك ايضا اخي من برشلونه عليك بالمرور بقناتي من فضلك وضع لايك عندي في اليوتيوب حتى تشجعوني لكي ارجع لاسبانيا واضع التلقيح والقح ضد كورونا واغامر بحياتي. ولماذا سالقح ضد كورونا؟ لانني اريد الذهاب الى الفلبين والى ماليزيا والى كوبا وهذه الدول تطلب التلقيح. اما تايلاند لا تطلب التلقيح ان مررت بفرنسا ان كان عندك الاسكال بفرنسا تستطيع الذهاب الى تايلاند بدون تلقيح. لكن الفلبين لا تقبل احد بدون تلقيح وكوبا نفس الشيء. وانا اريد زياره هذه الدول وعلي ان اضع لكم فيديوهات حتى تتفرجوا وتتمتعوا معي وانا اخسر الدراهم علي ارد بعض الدراهم من اليوتيوب وبعض الشهره. وانا لا اظهر وجهي لانني اخاف من الشهره. وشكرا لك. واش انت مغربي؟ اواه صاحبي واش رديتني انا بلجيكي ولا انا يا ولد جراده اخوك ولد وجده كابر في وجده ومزيود في جراده وغير عروبي. تحيه للعروبيه فين ما كانوا. نرجس انها تضحك انها تضحك. ريد هنا الماسك كاين؟ لا والو. الجوق انا خصني الجوق الجوق النحاسي. الا ما كانش الجوق سمع سمع هذا واش كتب لنا عندك طيحوا بشي بوخره رب ولا سلامي من كندا. اوه ماي جاد عندي احسن امراه نحترمها احترامي لها احترامي لامي فهمت. كنحترمها واحد الاحترام عظيم. واحد السيده ساكنه في مونتريال سبنيوليه وعندها الجنسيه الكنديه. واحد الانسانه الله يعمرها سلعه درت معايا واحد لي جيست اللي واو غرقتني 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 ما نقدرش. لو كانت سلخني ما نقول لها والو. ريد هذا دار لي طسطازه في الراس خليه يدوب ليني ما يعجبنيش بنادم يبقى لاصق لي في طيزي. فوت 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 راهم يدعيو عليه. شفت امريكاني عروبي دين امه ما يعرفش هو يدخلنا في بوخرار. قرا قرا متشرفين ولد بلادي الله يشرف شرف مقدارك. كاين الصيف تماك اواه الصهد راك تخسر الدراهم في الماكينه راك تلعب الماشينه ولا ماكش تلعب الماشينه في سبنيول ترمي فيها الاورويات ترب شحال جيت 600 اورو الي روتور وكي جيت سمحت في البي ديال الروتور ولوطيل دخل عندي القناه الفيديو التالي راني داير فيه الثمن ديال لوطيل وراني مصور لوطيل كي داير الشومبرا 18 اورو بالليله فيها لابيسين والجاكوزي وفيها ينعسوا جوج الناس ماشي غير واحد. يعني الا جات عندك شي خيتي ولا خصها تجيب غير الباسبور ديالها باش ما تكونش سارقه ولا دايره شي حاجه ولا صافي 18 اورو والصهد والبحر واه والطاكسي هنايا 3 اورو الدور بك وجده كامله. ريد نتفكر على اليمين صبر هاد خونا لاصقني عاود خصني ندور على اليمين على اليمين صبر فتيحه السلام.
مرحبا بك في كندا اخي. ان شاء الله نجي لها، ولكن المشكل غادي نقول لك المشكل ديالي. يو نو سبيك انجلش اس از ماي بروبليم فهمت، مي جو سي بيان بارلي فرونسي اي سي موي بيان هابلار اسبانيول بيرو نو مي بانا سيرفير بارا نادا هيرمانو. خاصني نهضر سبيك انجلش، خاصني نبقى نسبيكي معاه. تعرف يا اخويا مشينا ندورو، مانيش عاقل على ديك الحاجه اللي مشينا ندورو عليها على لاجونس اللي كدير. صبر صبر اخويا غير دقيقه، على لاجونس اللي كدير الفيزات. والدريه كانت معايا تهضر لونجلي، راه مشات تروح البارح في الطياره وانا قلت لها ما نمشيش، هي ولات الانجليز ويعني جينا انا وياها اصدقاء، انا من اسبانيا وهي من. المهم وهضرت سولت زعما على البلاصه، سولت على البلاصه اللي كيديروا فيها هاد الباسبور باش يزيدوا لي في، يزيدوا لي زعما في، يزيدوا لي صاحبي في الفيزا. كتهرب لي الهضره مع الطريق وهذا والتناوي ديال غادي تدخل فيها شي لا موطو، كانت وسوس تهرب لي الهضره. صدق هذاك اللي جاوبنا امريكاني، ديك الهضره دخلت لي في الودن يا حبيبي، تقول راني نسمع شي مقينين ولا شي كناري، بقى يدير هاو 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 هاو. حق الرب عجبتني، قلت لها، قالت لي وا، قالت لي هادو يهضروا، قالت لي هذا امريكانيين هادو. قلت لها عندهم الهضره، ما احنا ولفنا دوك الافلام الامريكانيين ديال الكوبوي. شوف شوف بغيت نهرب على اليسار وهاد خونا جاي طاير واللي موراه جاي طاير. اخما راني غلط عاوتاني يا اخوتي، جوكر وابا بقاو حنا غير نغلطو يوميا، حنا نغلطو. ولا غلطنا اليوم غير نمشي نكب على كرشي الماء بارد. سمعت وبغينا اخويا الكره اللي نعرف لونجلي، نمشي نمشي نمشي. وليبرا عاوتاني، ليبرا فيها التبرزيط، بلاد الزهو. واه بلاد الزهو دخلتي، وبلاد الطب عاود فهمت، الزهو والطب. راك تشوف المحلات هادو ما كان غير فهمت، وراه نص سد. علاش؟ بسبب ديال كورونا. قالوا لي النهار الاول قال لك كل ميط، قال لك ما عرفتش شكون اللي قالها لي، قال لي واحد الجزائري تلاقيته هنايا، كمال قبايلي ويهضر غير فرنسي. قال لي هنايا، قال لي كان كل ميط ما تلقى، كل ميط تلقى ميات بنت هكا. قال لي اليوم قال راه تبدلات القضيه، قال لي بسبب كورونا، قال لي الناس ما بقاوش يجيو اللي يسافروا، وكانت كلاسات هي الدوزيام في العالم من الزيارات يعني في التوريزم وكذا. باش تعرف شحال راه معنا من واحد 119 تبارك الله، اللهم زيد وبارك في ذلك. لو عندك غير نكون غلط في الطريق وقيلة. لا لا جو كروا سوي بيان. شوف فيا هنا، نوقف هنا، غادي ندير مع اخوتي الصف. اش من بلاد هادي اخويا، هادي تايلاند. قرا قرا اللي فوقها شنو كاتب، راه قال لك جو كوني بيان اختي لا تايلاند، تو بو فيف ترانكيلمون، احسن الناس. عمرني شفت شي ناس انا بحال هاد القوم هادو، مشيت لدول بزاف، الالمان الاسبان اوروبا بحال السلام عليكم. وكنت غادي نزطم على كييف قبل ما نجي لهنايا، وواحد الراس قال لي روح لكوبا، لعقاش انا نعشق البحر والماء بارد نتاع الشريب والشمس والفروي، هذا هو حبي. انا كنت فضلني ما بين النساء والبحر والماء بارد، عقل عليهم كتبهم عندك في الدفتر، البحر والشمس والماء بارد والرمله الصفراء، وجيب لي الماء بارد للشريب والفروي والباراسول. حتى الباراسول اللي بغيت تحيدها غير حيد، انا غطي غير راسي من الشمس، هذاك هو حبي. كنت فضلني ما بينهم ما بين النساء، نقول لك عطيني البحر نجيك صراحه. خنقني هذا بلا ريحه ليسونس. عبد الرحيم، عبد الرحيم ماشي ابراهيم، الله يحفظك اخويا يوسف. غتضحك نرجس، ما عرفت علاه ما جبت لك هذه الهضره، كنت باغي باش نمشي لكوبا. قالوا لي ودي كنا نمشيو انا وديك الدريه، قالت لي ودي كوبا، قالت لي راه مبلعه ريط. ها هو عطانا اخضر فيغ. ايوا ما عندي ما ندير، الله غالب. قلت نمشي لكييف، كيف واش غادي نمشي ندير فيها البرد فهمت، قلت نمشي نحوس كييف اوكرانيا، نفوت هذيك خاركوف، تا خاركوف زوينه اوديسيا. قلت لا، عيطت لي البنت قالت لك نمشيو للكناري. قلت لها واش انا هارد نسبنيول تديني عند السبنيول؟ قالت لي وفين نمشي؟ قلت لها نمشيو لتايلاند. شافت لقات تايلاند باللي حقا ما نقدرش انا نمشي من فرنسا شويه، بقينا نفتشو لقينا باللي الا درت فيها ليسكال نفوت، يعني غادي نركب من الاسبان لا فرنسا لا فرنسا كذا. ايوا صدقناها، احنا جينا هي مشات وانا راني خوك راني هنا.
هنا سنبقى ان شاء الله نزيدوا نضربوا معاهم. قال لي هادشي طوال، هادشي الطريق طولت، والله علمي اللي راني غالط. هاد البيج اكسترا ما موالفش كنشوفو، ولا غلط فضيحة، والله الا غلط، والله الا غلط. عقلت على هاد المريرة البارح كنت معاها هاد الدريبة هادي. نروح نتكاو على هادو بعدا هنايا. رول رول رول، ها هو جا غادي يدخل فيا. سير رول، ما عنده باجاج شوية. شكون خويا؟ راه عندك ناف. كيفاش عندي ناف؟ ما فهمتش. شحال عندك الساعة؟ راه عندي 9. واه ديما ديما زيد 6 السوايع، ديما عندكم 12 زيد 6 السوايع، هي 6 ديال العشية. دائما حسب 6 السوايع زايدة. نتوما راه عندكم النهار راه مشمشة عندكم، وانا راه مظلمة عندي. يا الله، نمشي نضرب دورة شوية عند البحر عاوتاني، نفوت هذاك وول ستريت عاود دورة. راني من هنايا كي نكمل هاد العشر أيام في هاد الأوتيل الجديد، غادي نمشي لواحد المدينة وحدة أخرى. إوا رحنا حواسين فوجو، حسيت واه راه مشمشة، حسيت براحي بحال صغاريت. والله واش أنت في مراكش؟ لا راني في الجزائر. قال لي واش أنت في مراكش؟ واسمع خويا دور بينا في بوكيت. ان شاء الله ان شاء الله دخل عندي القنال، راني غادي نمشي لبوكيت، ولكن بوكيت من هنا غادي نكمل هنا. راه باقي لي في لوطيل 7 ليالي واخا، ولا ما عرفت 8 ليالي، مانيش عارف بالضبط شحال. شوم والله موطو فات قدامي وفات يجري. الور غادي نمشي هي هو، ولا واحد المدينه يقولوا لها هو هي، ولا بحال هذا الشكل. غادي نمشي لها ومن تما عاود ندوز واحد 10 ايام على حسابي. الا عجبتني عجبتني، ما عجبتنيش من تما نقلع عاوتاني الفوكيت. فوكيت الا عجبتني نطول فيها. المهم راني خوك، راني قلت لك فيزا غدوه تخرج الى عطاوهاني فيها فبراير، وراني قاعد هنا، راني قاعد هنا. واش انا ولينا ندير اسبانيول؟ انا يفرعني الصهد. تايلاند الله يحفظك عبد الرحيم، يتوب فش فحشوش، يتوب على الفحشوش، يتوب. لمياء لمياء، ردي بالك، انا ماشي جزائري، انا ولد وجده ما تعايريش. هنا المعيور مع الجزائريين وكذا ممنوع داك السم بلا ما نبقاو نديروه. انا ما بغيتش نقول لك خوتنا ولا خاوه خاوه، لحقاش هما يعايروا وديالنا يعايروا. انا كنقول لك عندي هنا طيحي الهضره نبلوكيك، فهمتي؟ تفرجي وتمتعي ونشطي وضحكي، باش ربي يجيب لك شي ولد الناس يبقى مشبعك غير ضحك ونشاط وكبده وشوا وصلايط مع راساتك، تبقاو عاطينها غير التحواس، فهمتي؟ اما داك السبان والمعيور راه كيجيب غير الشر، كيجيب غير الامراض. والله انا نقولها لك، انت تلمساني، انا من وجده، انا من جراده بلاد الشربون. الى تسمع بجراده جراده اليبوك. والله اصبر اصبر، شكون هذا؟ والله كوبي بي. واه واه واه، لا انت واش هي الكون لي بي سي لي ميور اندرو في تايلاند. ريد ريد نقراو هذا الكون لي بي. واه يا خويا قالوا لي كوبي بي، هذه كوبي بي قالوا لي زوينه يا خويا. انا راني هنا قلت لك، راني هنا. دخلوا خلي لي كومونتير عندي في اليوتيوب باش انا عاود كي نقراه اونروجيستري هاد البلاصه اللي راك تقول عليها. هاك لوطيل غير ب 20 اورو ها صاحبي، 20 اورو رانا كنا نكميوها صاحبي غير دخان، فهمت؟ راه حنا ربي عفا علينا من الكار، وراه حنا نصدقوا اللي كتب الله، وراه حنا عاود راه حنا نردوا ريكوبيريو الصحه ديالنا، فهمت؟ والعقل ديالنا على ما داز علينا، فهمت؟ خلينا نحوسوا، راه تحواس كيرد لك الشباب ديالك. شت الشباب، انا نحس، انا الله يجعل ربي غير يغمر ربي قلبي بالصلاه ان شاء الله، هي اول حاجه تمنيت من ربي نولي نصلي وتولي عندي محبه الصلاه، ما نفرط حتى في شي ركعه، هذه اولا. ومن موراها يجيب لي ربي شي بنت الناس تقبل عليا بهبالي وتصبر معايا حتى توصلني للقبر، فهمت؟ هذا الشيء ما بغيت. اما الفلوس الحمد لله ربي مكفي يا خويا، ما باغيش الكثير وما باغيش القليل، راني الحمد لله أمة وسطة. شتي كيفاش؟ ولا هادشي أنا ما بغيت، والدي الله يرحمهم رحنا ندعيو معاهم. إيوا صافي، هادشي اللي بغينا، ما بغينا لوطو، ما بغينا والو. عندنا اللواطة، عندنا هذه هي الزنقة ديالي. أبا خلعني، والله إلا خلعني. أنا تلمساني 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 تبارك الله عليك خويا. ناس الفهم هجري، الفهم هجري، ناس الفهم هجري، ما فهمتش ناس الفهم.
أجاري زعما أجاري نفس الفهم. والله ما فهمتك يا خويا. المهم قال لي جات من عندك عسل. سلام عزيزة في خطر عزيزة وعزيزة الله يحفظك. شكون عندك يدخل في شي واحد؟ وين راك يا أخو؟ يا أخو راني في تايلاند يا أخو وتزاير مازال. سلام لافامي أعز الناس راهم هنا ردوا بالكم. لافامي يدافعوا عليا ما يبغيوش عليا ويدعيوا معايا. واش هذا؟ اسمع اسمع زلم بون فاكونس فين؟ اين بلاد فيها انت؟ راني في تايلاند اخويا راني في تايلاند. البارح فاتوا عليا واحد جوج دراري بلا مونطو ضربوا عليا دوره سمعوني نهضر في اللايف ولاو داروا عندي عاوتاني طق قال شي كلمه محمد ولا بحال ريت له قلت له قال لي اتكلم عربي ولا ما عرفتش كي قال هذيك الهضره. قلت له وانتم منين؟ وجههم باينين. قال لي احنا كويتيين ومساكين. شو العربي ما يفوتش العربي. سمعت العربي ما يفوتش العربي. علاش نتعايروا؟ علاش نتعايروا؟ قالوا لي واش خصاتك شي حاجه؟ كويتيين دي جون صغار عليا وغاديين فوق الموبيله دراري نتاع 23 حتى 27 عام. شو الكويت فين جات؟ شو المغرب منين جا؟ قالوا لي منين انت؟ قلت لهم انا مغربي. قالوا لي واش خصك؟ قلت لهم واش تبانوا في اللايف؟ قالوا لي نبانوا في اللايف. قلت لهم ها هما اصحاب اللايف. قلت لهم تفرجوا. قلت لهم هما خوتنا معنا كويتيين. واش اسمك؟ ها اسمي. وانت واش اسمك؟ ها واش اسمي. وقالوا ديك التحيه ديالهم وقالوا لي فاش حيت الكاميرا قالوا لي تحب اي حاجه زعما ديك اللعبه واش زعما فاش نقدروا نعاونوك؟ قلت لهم والله تمام. وانا درت الغلط انني ما قلت لهمش انتوما ياك ما خصكم شي حاجه ولا مرحبا بكم في المغرب. هذه هي الغلط اللي درته. ولكن نعاود انا ما نقدرش نقول الكلمه وما نقومهاش. نقول لهم مرحبا بكم في المغرب وغدوا يعيطوا لي وانا ما عايش في المغرب. فهمت كيفاش؟ هذه عاود ما نقدرش. واش وجدي ولا تاوريت اخويا من جراده؟ الا تعرف جراده جراده مالحه. سلام سناء شكون عاود؟ وي بالصحه حنا كاع عرب سي فري الاسلام يجمعنا. شوف وقفوا انا ما ريضوش عليا. قال زا قالوا لي واش خصك ولا كذا ولا كذا. انا ردوا عريض وهنا راه عاطياني الخضر ولا موطويات راهم يفوتوا. شوف ثلاثه ديال الدريات فوق لا موطو غاديين يقصروا. شكون يهضر معاهم؟ واش هذه؟ وين ولا تسكن؟ وانت تسكن فين درك ولا البارح ولا البارح فين؟ ما فهمتش وين نسكن. غادي نجاوبك محبة الأخوة اللي كتجمعنا والإسلام اللي كيجمعنا. أنا نسكن في الإسبان وراني في تايلاند. راني نفوت الفاكونس في تايلاند في الشمس. راني تبرونزيت راني كحاليت. واه يا خويا راني غير كنضحك معاك. بغيت نحرق من سان سيباستيان؟ كيفاش الحرقة من سان سيباستيان أخويا؟ أنا داك الطريق كاع ما بقيتش نديرها. أنا من نهار قبضوني مع المنحوس فهمت وبقى على امو مسكينه صاحبي مريضه هو ما تخبروش. هاد الدري هذا ديتو شوف ما باقي لي والو البايون صافي غادي ندخل به صافي ما بقى لي والو حتى بركاتني الكفرغونيطه وهو ديجا مدوخ. واش كاين لي شي مصيبه كحله ولا بروكاتني واحد الفرغونيطه وهما بوليس يا خويا قالوا له هبط. قال له راه شفت التليفون ديالك؟ قالوا لي انت تبعنا وانا غادي في الطريق كنقول نعيط للمحاميه غادي يديوني. ولي جبت معايا الدواء؟ لا ما جبتش معايا الدواء. ودوك واش ندير؟ نهرب لهم مع الدوره نفوت ونزيد؟ راهم قابضيني بالكاميرا وغادي يجيو عندي للدار ويقولوا لي علاش هربت؟ الوسواس الخناس. خوك وصلوني حتى الاخر جاو عندي قالوا لي واش خلصت عليه؟ قلت لهم علاش خلص عليه؟ انا قالوا فين هزيتو؟ قلت لهم ها فين يعني ما هزيتوش في الاسبان. وانا يلا يسمح لنا بلا ما نقول في اللايف لحقاش اللايف كيتسجل. صافي اخوتي ها كسرات داوه ردوه للاسبان. مشيت انايا وليت عندو سلام صافا لاباس بخير. مو هضرت معايا قالت لي ولدي ما درتش داك الشيء وكذا. قالت لي ولدي قالت لي راني ما راه ولدي ما راهش عارف. قالت لي تما انايا صافي بحال هذيك هي السبب باش انا ريت ديك الخدمه. قالت لي راه ولدي قالت لي انايا راه ما باقي لي والو نموت. قالت لي ولدي ما فخبروش فهمت معك خوك من الصحراء الغربيه سير تقود اود لق ما غاديش سمحوا لي الا طيحت الهضره. الصحراء الغربيه الله ينعل جدك وجد تصل تمك. الصحراء الغربيه صحراء تاع الكرتون فين بلوكيار ما كاين معايا هنا حتى شي واحد موضي. زاهيه زاهيه ضربي لي شوفي لي واش راكي كاينه. قولي لي سيله راكي كاينه هاكك. برافو يسير برافو زاهيه كاينه. اوكي زاهيه غادي نعطيك موديراتريس الا شتي شي واحد طيح الهضره غادي تضربي في السميه ديالو غادي تخرج لك ديك موديره تحيه مسحريه حتى هذا نعطيه برا. يلا برا انا ندير مودير بلوكيات سير تنقز. جاي انت يا الصحراء الغربيه
سمعتي زاهية غادي نوريك واحد اللعبة غادي بحال هكا شي واحد طيح الهضره ولا غادي تبلوكيه. شوفي شنو غادي يخرج عندك درك. انا يدير موديرادور شتي دابا هراك انت يا موديرادور ضربي على شي سميه مثلا ضربي على شي سميه ضربي على هذا اللي راه كاتب الصحراء الغربيه فهمتي اللي داير الاعلام ضربي على سميتو دي زد 1080 غنقرا شنو كتبت ما كتبت ليش. برافو تحياتي برسلون برافو عليك احمد انت المهم غير ضربي على السميه ديال بنادم راه غادي تخرج لك ادمينسترار عليمن ياك كي تضربي على ادمينسترار غادي يقول لك واش تبلوكي اوكي راكي فهمتي صافي كي قلتي لي اوكي نستعرف بك كي تضربي عليه الا قال لك غادي تقول لك واش تبلوكي 5 دقائق كذا اللي قال طيح الهضره لحقاش معنا العائلات طيح الهضره قال لك الصحراء ولا قال لك الملك بلوكي ديريكت ما عندنا ما نديرو به طبات البوليخاريه نستعرف بك المغرب دي بي كذا رد رد سريع مرحبا نستعرف نستعرف جايب راه الصحراء الغربيه ما عندهمش الماء الماء شت الماء الماء كيشربوا سيدي عليه وسيدي حرازم تعرف غدوه لو كان يبلعوا عليهم لو كان يبلعوا عليهم المغرب الماء يموتوا بلا عطش ما يصيبوش باش يغسلوا اكبر محطه ديال تحليه المياه في افريقيا جوكروا ولا اكثر كاينه في اكادير شكون دايرها دارها ام 6 سبع هاهي فاش كيديو البلايص نستعرف بكم هاكاك 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 خويا ما نعرفكش اخويا باش نعرفك موديرادور ما نعرفكش حتى نولي نعرفك راه معانا شكون هذيك الدريه يا ربي كتكتب لي قبيلات نوال 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 اختي الا بغيتي نعطيك موديراتريس ستانتيه ضربي طوكيني واش نخدم قلت لك هذيك هذيك مو مو قالت لي راه قالت لي راه الطبيب قالت لي عندي غير الولد والبنت قالت لي وراه عطى الطبيب اكتشف لها مسكينه انها عندها كونسير وبعيد عليكم وبعيد الشر على كاع بنادم كاع الناس بعيد عليكم يا ربي وهو ما عارفش والمشكل انه فاش درت له التليفون باش يهضر معاها بقى يهضر معاها ويقول لها الوالده حق الرب كرهته والله العظيم الا عطيتو شي 20 ولا 30 اورو من عندي ماشي صدقه واجب لحقاش الصدقه ما كتقالش والواجب كيتقال عطيتها له قلت له اخويا قلت له ها هو قلت له روح الله يسهل عليك وكذا وربي من تما اخوتي والله بنادم ما يطلع عندي في اللوطو يقول لي ديني لفرنسا ولا ديني لكذا ما كانش حتى ديك البلاد ما غاديش نقعد فيها فين عايش دخل للقناه ديالي دخل انت للقناه ديالي دخل انت صاحبي للقناه ديالي شجعني ما يخسر الدراهم انايا على هاد القناه انا خسرت الدراهم على راسي ماشي على القناه القناه بغات تطلع تطلع ما بغاتش تطلع لا يطلعبوها وهاد الكاميونات كيفاش لافير ديالهم شنو كان كالونغلي لو كورني قلت له كيفاش وكذا وندير له التحقيق مع راهم جايين لهاد المتجر هنا الصباح راني فطرت هنا صبر شوف مانيش داير الزوم صبر انا نبغي الجزائر ولكن جيني حتى ارض وشارك تقول صبر نحيد هاد الكابلي راه داير لي تزطازة راه عندي فوتي يا العقرب فوتي صبر نهرب ليه ونقرا شنو راه مكتوب انا نبغي ولكن جيني حتى ارض جدودي اللي حاربوا على قبلها وماتوا على قبلها نحيد ليه عينيه نستعرف راه عندي صاحبتي من بانكوك علمتني اللغه شويه بصح والله لا باز تعرف بك شنو هي شكرا يلا الا عرفت غير شكرا نقول لك برافو كتبها لي مالك انت عايش في اسبانيا وكتقول السبع محمد السايس المجرم شوف نقول لك واحد الحاجه شوف اسمع 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 غادي نقول لك واحد الحاجه دروك انت في رمضان فاش كيجي كتجيك الجنابه مع احترامي لا فامي اللي راهم يستمعوا كتنوض دوش قبل 12 وجاوبني غير بينك وبين راسك شوف ربي هو العدل ربي هو العدل ياك وإلا بغيت تربح قال لك إن الله ينصر القوم الفاسدين إذا كانوا عادلين على القوم المسلمين ولا المؤمنين إلا ما كانوش عادلين يعني ربي الكفار كينصرهم على المسلمين واليهود اللي كيآمنوا بربي إلا كانوا هذوك الكفار عندهم العدل أنت عدل بينك وبين راسك وجاوب راسك أنت تدير اللي داروا الحسن الثاني ولا داروا محمد السادس كيدخل مع الزوج ديال النهار في رمضان ياك والجلابة والزرابي
والشمس والعرق والصهد، راك تعقل على رمضان فاش كان يجي في الصيف ويبقاو هذوك وانا انا 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 والنعاس. حنا في المغرب كيجينا النعاس في الدار والبروده وكذا ومسيقين الدار وريحه الطياب كطيب وكيجيك النعاس، سمعت؟ وهو قاعد في المسجد ويبقى خاصو يبقى حل العينيه والاخر يخطب 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 حتى يبقى المغرب شويه وينوضوا هذوك ويجي خارج ويمشي باش يفطر في دارو. شكون اللي غلبو؟ شكون اللي دار له داكشي بالسيف عليه؟ داك هو مالك دارها بوتفليقه وغير حكم. انا مانيش نقرا شنو راك تكتب لحقاش راني حاضي الطريق وغادي نولي نقرا شنو راك تكتب. دارها بوتفليقه، دارها زين العابدين، دارها هذاك المخلوع اللي تاع مصر، ولا دارها القذافي الله يرحمه، ولا دارها الصدام، حتى واحد ما دارها فيهم. دارها الحسن الثاني، دارها محمد سيس. ايوا وتجي انت تقول له المجرم، باش مجرم؟ راه شوف راه خص بنادم هو راه حط لك البصري وخلى البصري، انتم اخترتوه، انا درت لكم ولد بلادكم، هو اللي راه يقابلكم. البصري هو بقى كيفرشخ في العباد، ولكن ما تجيش انت تحكم على واحد. العبوديه في الدم وخا في هونغ كونغ، ماشي العبوديه في الدم. اي كضحك كتشبه لواحد المراه نعرفها والله. الو سير تموتي، سمعت؟ ماشي العبوديه في الدم البشر. انا سي فري المغرب ما عطاني والو، سي فري المغرب ما عطاني والو، ولكني اما ما راهش يدخلوا عليها العسكر، سمعت؟ ما الله يرحمها ما دخلوش عليها لي زاساسون واغتصبوها وكبوا عليها ليسونس وحرقوها كما صرا في الجزائر في التسعينيات. رانا كنا انا ود وجده ونعرف شنو كاين، فهمت؟ وحقك تجيبو تبعو بالمحاكم، تجيبو في المغرب، ماشي تجي تقول لي العبوديه. شنو كاع الناس راهم يهاجروا كاع الناس، ولا شنو بغيت؟ ما فهمتش درك نتايا كيفاش غادي ندير نشرح لك. واخا غادي نشرح لك نبات نشرح لك، وخرجتنا على الموضوع وحنا كنا نهضروا على صوالح وحدين اخرين، وها هو اللايف غادي نوليو عاود ثاني في المشاكل. بغيت تهضر اخويا في السياسه ولا العبوديه، سير عند سويس لايف، تما راهم يعايروك، يعجبهم المعيور والله حتى يغسلوك. بدلو هضره بريمو والله الا سيفري عندك الصح. ها البوكاديو، فوتي انت يا العقرب، فوت صبر ندوبليوها دخونا، غادي نديوكم الوورد ستريت درك الشارع تاع لي بيتون. كنا كنصوروا به خير شهاده، بقى العبوديه المنشار منا ربش لنا كلش والله، بصح ما رحناش نعايروا الحمد لله. سير حيد من الطريق، اسمع الشيخه الجنيه شنو سانتو شاو ايوا سير متى نفجت عيني غير في سانتو شاو. قرا بلاصه اش من بلاصه خويا تايلاند شنو عاوتاني؟ هذا ما كيصونيش عليا اخوتي، وما كيصونيش على مولا موطو، هادو هكا كيصونيو باش الا شي واحد باغي يركب يدي البلايص كيريشلو، كتطلع معاه كيوصلك. قرا راس طارو، قول له الوطنيه في الدم. هذا ما تبلوكيش اللي قال لي راس طارو، راه صاحبي موالف كيقول لي راس طارو، انا كنقول له راس الطبل، عقل عليه غير راس طارو. وجه الدربوكه، راك عارف وجه الدربوكه، مع الدربوكه مسكينه كتاكل العصا حتى وجهك كيبقاو عليه طروق طق 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 زدق بق زدق. وجدي حر تايلاند واه تايلاند. احنا ندوزو فين بنت خالتي؟ راكي هنايا فري، راكي هنا برافو. واش حال تحسب عليا الحرقه؟ سير اخويا الله يعف البوردو، سير اخويا سير ركب في الطياره كاين الناس ما تخافش، واش تحسب عليا الحرقه البوردو؟ ما بقيتش كنحرق، نقدر نجي عندك. شكون ولد ولا بنت انت؟ الا بنت مانيش عارف، المهم مانيش عارف، ولا ولد غير ما تجيش عندي علاش، ولا بنت مانيش عارف وغير ما تجيش عندي، حتى الا كنتي بنت ما تجيش عندي احسن. خساره شنو هي اللي خساره برشلونه؟ ماشي حاجه، ما بغيتش تكتب لي، ما كتبتليش شكرا كيفاش كيقولوا لها في تايلاند، وعندي لا فامي وقراوني وكذا، حتى الا قتلتني غير بالكذوب. امي ممكن تشوفوا شنو كنطيح، ما نسمح لكمش، راه كنت فيها حميد. ايوا راه خاصك تولي تجي ودير لنا اللايف
وتوري لخوتك المغاربه باش حتى هما يتمنوا باش ربي يعطيهم. يتمنى بنادم يقول لك يا ربي انا مشيت لتايلاند نحوس وربي راه كيعطي شحال من قال لك ادعوني استجيب لكم. شحال من واحد كان يتمنى الحاجه في صغره وكيوصل لها في كبره. شكرا. هي ريض 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 مش اكتبها في الجوجل جوج سوايع وماشي كابون كاب كابون كاب. والبنت والولد كيفاش كيقولوا له يلا هما 18 شنو كيزيدوا شنو كيزيدوا على حساب الولد فاش كيقولوا له كابونكا كيزيدوا له الاف في التالي كابونكا. على ما فهمتني الدريه والله اعلم تقدر تكون هي غلط. تاكسي هو اللي يا امي انت هرب لي هرب لي ما عرفتش جاتني اليوم الركبه مبدله. تاكسي هو اللي غالي في لا 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 راك غلط اخويا انا بانكوك حوس دين امها قداش وفي التالي كيطلب لي سيام بات وسيام بات شحال هي سيام بات هي هي 3.70 قسما بالله تعرف منين دانا وشحال هو يخبط بينا الطريق يخبط 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 وانا كحاد هذاك العداد صعيب لي العداد كيطلع غير 40 شوف شوف 40 60 غير شويه عليه. قلت لها 100 باط قلت لها شحال قلت لها كبر انا غالطين قلت لها ياك 100 باط هي 37 اورو قالت لي لا قالت لي راه عندك الصح قالت لي راه قلت لها والله الا قلت لها ندوزوها غير طاكسيات. اوف 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 خلقوني بلاسانس ما بقيتش نقد. اسمع عبا هو اخونا جوق النوحة شابوكا شتاه ولا تتحار كابون كاف بالاف جاكي شان هذا غادي يقطع البوليسي من لا موطو لا راه جاي الا هو التل تحت غادي يريضوا المخزني. هذا راه داي بلاصه دروك هادو اللي لبسوا الجيليات توقف عليه تقول له وصلني يوصلك. شنو واقع لقدام باش راه مريضه هاد الطريق هكا وهاد الحيحه هادي عاوتاني شو باركي داير ريض نحيد الزوم ونقراو شنو هو اللي غالي تما. حتى الفتيات رخاص اخويا حتى الفتيات رخاص على ما بان لي انا بلاد الفساد شنو اللي غالي هبل اللي ما غاليه حتى شي حاجه كل شيء مقدور عليه على حساب شحال كتدخل انت ديال الدراهم في الشهر. واش قصيدة ولا مصيبة ولا حجرة طاحت من السماء سهر الليل واعر. I speak English. French, Spain, Arab. Español? También hablando español. Un poquito. Me llama Marshall. Marshall te llamas. Encantado. ¿Te puedo enseñar aquí? Estoy en live. ¿Puedo? Sí. Hola, ya estamos con nosotros. Dile un bye bye. ¿Isis? ¿Cómo está? 203 en live. Live. Where in Spain? Spain, yes. ¿Cómo está, mi amigo? قال لكم كي راكم دايرين. ¿Qué pasa? Dame tu dinero. انت مريض. علي تشاو تشاو ريد ريد نقرا هاد خونا هذا واش كتب لي هنايا انت مريض ورناس حتى الويغو. واو 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 كتكوت فاتت ريحه الماريوانا راه دايره حاله هنا. قرا قرا هذا شنو كتب اخوتي هذا اي قرا لي هذا اللي كتب لي هنايا واش راك مريض ولا ماش كتب والله ما عارف فرا ديال العرب. انت مريض ورناس موكر المنكر ابلوكي زاهيه مراكش دايره الخدمه بلوكي هل هذا خليه يمشي للمسجد صاحبي سير تفرج دروس الحسنيه صاحبي راه داير لكم سيدنا
الدروس الحسنيه باش تفرجوا هاني نبلوكي تفرج درون فاق مشيت لعب دروك صافي ها هو مبلوكي شت ها هو تبلوكا شكون هو سيلينسيو دورانتي شكون هو شي واحد بلوكيتيه 5 دقائق صحتك خويا الحبيب شوف الناس اللي تعرف تهضر هذا بوب التصويره تاع البوب نعقل عليها الدري غير بالبوب غير التصويره هذيك ديال البوب ما خصكش تبدلها الله يعطيك الصحه كو باك تو تي سلوت اخويا انا ما نعرفوش نهضروا الشينويه صبر نقلبوا الكاميرا باش نشدوا لكم الزهو قال لك المنكر ايوا سمع انت يا ولد الذين كفروا ثم والذين امنوا ثم كفروا قال لك جاي عندي انا يا يقول لي راك كتصورنا المنكر خرج من عندي وسير دير رقيه تفرج للسودايس انا مودرادور نفرجك غادي تبلوكيني انا ما نعرفكش هذا هو المشكل غادي تنط بلوكيني انا يا غادي دير لي خرباقه ها هي كيطلع لي غي محيد له ما كيتبلوكا يتبلوكا بلوكيار كامله قراي بلوكيار فهمتي وضربي فيها كي تضربي صافي صيفطيه يضرب الجفاف اخويا يضحك على السودايس واش انت ساكن تما طوريست انا طوريست اخويا انجليش بليز نو سبيك انجليش باتايا هي نو اين بلايص شتي ليهم في تايلاند مشيت لبانكوك ركبت في داك ركبت راه عندي في دخل عندي لليوتيوب ما تحقرنيش راني ركبت في البابور هذاك اللي كيهضر شوف 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 ملكه وصحاباتها ركبت في البابور هذاك اللي كيقطع داك الواد وفتح على دوك المعابد وكذا وهذه المهم دوزتها زوينه في بانكوك مشيت للشارع العرب راني صورته مشيت لشارع جهنم صورته حتى هو شارع نانا راه قدام شارع العرب حتى هو صورته دوزتها زوينه ما عجبتنيش بانكوك بالهراج جيت لبطايا عجبتني صورت جهه تاع البحر السوق الحومه ديالي درك اللي ساكن فيها حومه واعره واعره لابيسين البحر تشمشت كويت الحب كيعدي الحب راك تعرف بنادم كي كيكون يتبرونزاش وكذا كتبرونزا كيمشي لك داك الحبوب وكذا كتولي نقي فهمت الحمام ما كاينش كاينين بلايص واعر كاين راني عاد غادي نمشي لهواي ها هي جبتنا نونوس 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 نونو ها هي وريوك الصوره ديالها قلت لكم شريو عليها نونوس لايف يس اوكي نو نو ذيس از نو شيلدرن نو شيلدرن ما عنديش شيلدرن نو شيلدرن نو يو تيك ات نو نو ثانك يو ياك شيلدرن هي دراري صغار هي الطفل شيلدرن اي لسقطني نو نو ثانك يو نو 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 ثانك يو ثانك يو ثانك يو ذيس نو شيلدرن يا ربك نو شيلدرن نو شيلدرن يو هاي قلبتها ضحك شيلد في الراك ما عارفش غادي نفهم انا غادي نضحك ربك لسقطني واش غادي ندير لها تما انت ما مسافرتش من بنغلاديش الا بنغلاديش ما فهمتكش بنغلاديش ديال بصح انت باينه مسحب سويس لايف روح عند سويس لايف يعرق لك يعايرك هذاك سويس لايف هو اللي يعرف لكم سمعت انا هنا ما عنديش المعيور هنا طيح الهضره غادي يبلوكيوك نو ثانك يو بليز هضرنا معاك ما ديريليش لا سوقه راها بوليسيه لا 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 راها الضحاك والله غادي نبقى نقول لك غير زازا باش تفهميني كي نقول لك زازا فهميني فهمتي بلا ما نبقى نطول وكذا ويدخل لك بنادم من الجنب ويبقى يهضر لك وهادي فهمتي راهم كاينين هنايا العباقره بان لها فيك الشغلات ديال الله مدي من عندي والو تحرك معاك المغرب بان لها فيك الشغل ما تحرك معاك انا ما عايش في المغرب اصاحبي انا راه 20 عام غير غربه اللي راك تهضر معايا انا نهار كنت في الغربه انت قعدت كنت جري في الحومه بالشورت وماما كتقول لك محمد ادخل اولد الحرام من البالكون وانت تقول لها ما ندخلش يخرج لك خوك الكبير يعطيك قتله ديال العصا شريو لك دانون باش انا تما راني كنت نبات في الزنقه في باريس واه والحمد لله ودرنا وريقاتنا ودرنا الجنسيه ودرنا الديور ودرنا الوطن ورحنا حواسين والحمد لله يا ربي الحمد لله كاينين روسيات حدا منهم واش انايا روحي اما نوريك دار خوالي حدا من الروسيات ما عندي مثالك حميد يتوب على خويا حميد راني قلت لكم
نتاع حميده وعبيده احسن الاسماء حميده وعبيده حميد حميده حماده حمدان احمد هادو سماوات شوف شوف الزاو الثاني الزاو هادي درك تاكلها تجيبها في روحها الحمد لله غير كما تلاقاتش معاه في الطريق تدخل فيا قلت لك وعبيده عبد الرحيم عبد العزيز عبد الله عبد القادر عبد النبي عبد الله وهي غاديه بحال هكا ما يخرج لكش ولدك الدومه بحال هاد الدومه هذا شتاه ولا داتني سكرت داتني تحياتي عز برافو عليك خويا الله يحفظك ناناني ناناني انا عندي 40 عام ديال الغربه دابا ما عرفش نو ثانك يو ثانك يو ثانك يو انا عندي دابا ما عرفش شكون اللي كان كيجري يمكن وانت 40 عام هي هذيك فاش كنت نتايا 40 عام في الغربه انا راني كنت نجري بالشورت والوالد الله يرحمها تصيفط لي خويا اللي كبر مني يدبر عليا في الزناقه وناكل عليها قتله ديال العصب بالزلاط غير كيف كيف الا كنت سابقني راني انا اللي كنت كناكل العصب ما تاخذهاش بحساسيه راه غير كيف كيف فهمت راه كاين اخويا كاين الله الله يحفظك الناموس بالضبط وخصك ترد البال مع الساك الساكي فهمت فيه الوراق فيه اي بلاصه انت راني درك في شارع ديال اول ستريت فين في باتايا الزهو والنشاط والحركه كاينه في تايلاند داتني سكرت داتني صعب بلا داك البار كان زوين هذاك اللي كان فيه المساح وكان فيه هنا راكو تشوفوا القضيه كره هذا زعما راه عاد محيه حال قدام ولا بالك روح نزيد تحيه كبيره للناس وجده وما تنساليش ناس جراده قنفوده بركم تندراره بو عرفه جراده مستفركين نعيمه شكون عاوتاني ما تنساليش ناس تقافايت وما تنساليش ناس احفير وبركان وبن ادرار والسعيديه وزي والناظور تاوريرت ما تنساليش ناس زي والناظور ومليليا وما تنساليش تندراره بو عرفه اما انا ولدك هما دوك اللي فاتوا قبيله تجريو راه تدور على المونتير تعورها خاويه لقدام واش هي بغيت نشوف اكادير واحد السيد هادي شحال ما هضر معايا واحد السيد مراكش ومن مرناخيل والسعد وما تنساليش ناس مراكش البهزه ما تنساليش ناس اكادير ناس اكادير الله يعمرها سلعفه جيت في الطياره شوف انا ديما فاش كنسافر في الطياره لشي دوله كنطيح مع المغاربه علاش كنقول لكم لا تنسى ماميا رواحي بغات قاد تشوف فيا بغيت باش نعرفكم عليها نجيبو بها التقصيره ساعه التقصيره غير معاكم نتوما وناس وهران 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 وطريكر هاوزن سمعتوا على حيت الشوا بدات تضرب بصح كي توصل لديك الشوايه تركب عليها واش فيها القلب ديالك يخرج سمعت ما نتوشاش نقول لكم يا ربي والوالدين فكرنا بالشهاده يا ربي تعفو علينا والحرام واش كنت نقول واش كنت نقول واش كنت نقول واش كنت نقول ذكروني ذكركم الله بالشهاده صحار انها تضحك الله يحفظك خويا شكرا سيرش تسفل الحليب حبيبي انا ماشي انا مغربي انا مغربي والله الا مغربي وحاجه وحده اخرى عيب صاحبي تقول لشي واحد عندي انا في اللايف ديالي تقول له شد الحليب البنان التفاح وهما عيب عليهم يقولوا لك بوس اليد ولا العبوديه ولا انا عندي هنايا ممنوع هذا الشيء فهمت ممنوع هذا الشيء راني قلت لك راني في تايلاند في بانكوك تلاقيت مع الكويتيين وقالوا لي لا احتاجيت شي حاجه وكذا وتلاقيت الجزائري القبائلي عايش في فرنسا ما يعرفش كلمه بالعربيه وتعاملنا انا وياه بخير نجي ندخل للتيك توك هنا تبقى تعاير لي انا مع بنادم واسرائيل هذا اللي راه داير التصويره تاع الاعلام ديال اسرائيل البارح فطرت عند الاسرائيليين في ريستورون راني كنت داير اللايف ووريت الريستورون فين جا خصك ديرها في بالك انا راه ما عنديش الكراهيه في الدم انا راني ما نكرهش بنادم انا هنا راه حنا خوت انا عندي هنايا اللايف ديالي خوت واحد ما يعاير الاخر ما نطلعكش ما تهدرليش في السياسه شت السياسه ممنوع هنا غادي نكاري وسط لاموطويات واللي ليها ليها وغادي تشد لكم المناظر الخلابه واللي بغى يسرى يسرى ها المضاربه ان شاء الله غادي تنوض لا ما بغاتش تنوض ما بغاتش تنوض تفو خاصها تنوض باش الفراجه تكمل هذاك طاحوا في شي حفره ولا شي بقرارب ولا رول ما عنده بكاش البطاطا خلينا من البطاطا والبنان والجوع وديك الهضره الخاويه يا بلوكي 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 هذا باي باي تعيب على بنادم الله يعطيك الجوع نتايا سمعت
ما غاديش نقول لك هما حتى هما كيعايروا ولكن ما غاديش نبلوكيك. ايوا خلينا صاحبي من هاد التمنيه كهضر شي حاجه مفيده. انا ما بلوكيتكش هضر شي حاجه مفيده. تحيات لا طيح درك الهضره ما غاديش نقول شنو قال. غادي نعطيوه بالدرون ادمنستراتور ساك فاك برا صافي. هذا اسير سيليا بلوكيادو استاس بلوكيادو ولد خالتي زيد بنادم راه طوب وحجر سيفري تلقاو ولاد الناس وتلقاو ولاد الحرام. هذا دروكي داخل والبنانة وعي هضر على البنانة حشومة كاع. شحال الساعة عندنا زيد 6 سوايع عندك راه تمثال الحرية النار الحركة اش كاين كوفيد نقصت 167 واحد. شحال من واحد دخل عندي اليوتيوب ولا واحد. شوف 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما كتفكرش تهبط لفين البالي. واه ان شاء الله ان شاء الله بالي جزيره خصني نمشي لها بالبحار وعندي مشكله فهمت مشاي في الكيران وفي كذا. خلينا نمشيو بعدا غير فوكيت ولهذيك هواهي وكذا. وما لك يا رحمن زعفان؟ والله ماني زعفان اخويا والله الا راني الملوكيه شت الملوكيه. برافو محمد عيسى والعسولي ولا بحال هاد الشكل السميه واعره 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 يتوب على بالي. خبرك انا عندي لاموطو عندي هوندا بالي في المغرب خليتها في المغرب ولاد اختي حتى الخيوط ديال الضو حلوهم. ها هو جاكي شان يتوب شوطها شوف شوف الشينوية هي شارية لا موطو على قدها شتو لمس هاي بحار تابعها ويضحك ما تغطيش عليا ما تحكرنيش ما تحكرنيش ابا ونقراو شنو سير اخويا كوفي في نمشي لها ان شاء الله وما خليوني نستغل بعدا هنا نشبع بعدا هنا يا بطايا نحيد غبينتي يعطوني الباسبور ديالي ومن موراها نمشي لكوفي في ونمشي لكوميمي. متنشط معاها شو كيبلع عليا الطريق هذا اثنين حيد لهم من هنا باش ما نعيقش فهمت لا موطويات ها انا داير لهم التشاش. واه خويا بغينا نشطو معاك نشاط اخويا داروا لها الموطو تاعك في المغرب ولا دخلت كلاوها يا خويا كلاوها الجراط صغار فهمت ويبقاو يمشيو يلعبوا فيها. فكرني غير باللوطو خويا كان واحد اللوطو دار بها قصيده راه غادي ويدهس هاد خونا حيوان. سمعت خويا دار واحد القصيده بواحد اللوطو جابها وخلاها لنا في الكراج بلا ما نصاوبها يصاوبها. ايوا كنا حنا صغار كي نديرو نمشيو ونخليو الدار كامله ونعودو للكراج نركبو فيها قسما بالله تمرات زعما شي مناطيع اللوطو مخنفشه بصح البيبان والكراسة وكذا داك الشيء خدام وتلقى لنا اربعه ديال الخوت دايرين قاعدين زعما في الكراج فيها بغى يدردز كيجا هادي حمام شنو هذا اللي راه يزنزن طودو استابيان. سمعت باش تعرف اخويا داك الشيء الحلاوه ديال الصغر كيصراو شي صوالح واش راك فاهم درك لوطو دار بها قصيده وباش يصاوبها ما كانش عنده الدراهم جابها ودخلها للكراج في الدار السفليه وحنا ساكنين الفوق ونهودو فهمت ومع الصيف وهي في الكراج ونهودو زهية زهية زيزي راكي هنايا خديجة خديجة كانت تركب في البولة راكي هنا ولا ما راكيش هنا راكي هنا مرهاش هنايا تفا دوماج مشات راه هنا والله العظيم كيف ما قلت لك خويا دريا مسكينة هي صايقة البولة تبلع وتطلع وتبلع الباب وانا راكب انايا قاعد شحال كان في عمري
واش 13 ولا 14 وقاعدين نقولوا انا غادي في السعيدي وتشد ديك الفولو بقى ديالها هو ما كاينش واه واش غادي دير الصغر الحلاوه الحلاوه صافي هاد الزنقه كوفي في الله يعاون نوليو مارشي ريال الله يخرجها على خير بقى يقيسنا شي واحد اللي يدخل فينا شي واحد راه هاد الزنقه هي اللي فيها الفيديو تاع القصيده انا صورتهم يا الله اضحك حميد راك عارف كاع العائلات عندهم بحال هاد النبريات هادو كيصراو هذا ماشي جوق هذا هنايا ماشي جوق كون جوق ندخل ولكن هنا ماشي جوق حتى الغدوه نبرعكم بالجوق خويا المسافر شي قولوا الله يحفظك ما فهمتش فولو الله يحفظك ما فهمتش شي قولوا ولا فولو لا والله ما فهمت والله ما فهمتك ما لقيتش هذاك الشيء والحلاوه وتاع بكري اواه يا خويا واه ديك الايام لو كانت تولي اعطي دمي ومالي باش نولي لدوك اللحظات نستغلهم ديال بصح ولكن الله غالب كل شيء كيفوت على داك الشيء تهلاو في الدراري الصغار الدراري الصغار ما تحقروهمش ما تضربوهمش لحقاش حتى الضرب كيقعد ماركي العصا كيقعد ماركي سيتو الا كان شي عصا نتاع الهماج من المعلمين والاساتذه ولاد الحرام حتى حنا كنا كنديروها في الطوموبيل ديال خالي ياك ايوا شتي عاوتاني طلعوا يبقاو ويقول لك ها حنا في القربوز ها حنا وصلنا الاحفير وحنا فتنا احفير وهي غاديه هكاك واه كي بايسيس اس باتايا اس تايلانديا باتايا راه نطلعوا مع هاد الزنقه الله وعلم غادي نفوتوا قدام واحد العجاج عجبتني هنايا مازال ما شفت شي واحد جر البيتبول ولا طالق الكلب بلا سنسله كاينين الكلاب ما يسمى عندنا في المغرب بشيان برهوش كاينين ما ينبح عليك انا سي فري جراو عليا ثلاثه تاع الكلاب فاش كنت غادي لهذاك القصر نتاع الخشب راه واحد القصر تاع الخشب اللي مصورينه في كاسا دي بابيل عندي في كيقولوا له دايره في القناه عندي في اليوتيوب واعر 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 تعرف تدخل له فيه واحد لو شارم خلصت 500 باد باش دخلت له 500 غادي تضرب 5 في 3 اورو فاصله 70 دخلت وتصورت فيه مع الفيل وعطيت الفيل البنان بقى ياكل من يدي ب 66 كشفه باش عطيته البنان ياكل من يدي بقيت خايف فهمت ولكن في التالي صافي ولفت معاه والريوق عنده في داك النيف ديالو عطيت لواحد فيله صغيره بنتها وعطيت لامها اللي كيركبوا عليها عطيتهم بنان جوج شبكات ديال البنان شريتهم ب 200 باط والدخله ب 500 ايوا هي غادي وتصورت مع راساتي واول مره حيد داك الشيء الغبينه فهمت قدوه كي نكبر ما نبقاش حتى نكبر ونبقى نقول لك ايه ولو كان غير دوزت ودرت وكذا ودرك راني مانيش نقد وراه خصني غير فهمت خليني بعدا نستغل يا خويا استغلوا حق الرب بنادم يسافر وبنادم يخسر الدراهم بعدا في السفر ما يخسرهمش في الحشيش ولا الدخان ولا النباريات ولا تسلط عليك شي فاسده تاكل لك فلوسك فهمت سمحوا لي يحيد لي هذا من الطريق واش راك دير فوت لا راه غادي الريستورون ما هاد الطريق هادي راني ديجا فايت معاها ولكن فين غادي تخرجني مانيش عاقل مزيان غادي نشدها ولا ليها ليها واه هنا غادي نقراو الخوت واش كتبوا صحيح اخي صحيح ردكم للبحر حسن ردكم للبحر حسن هنايا واش غادي تشوفوا هنا الريستورويات داكشي بالنهار الا بغيتوا تدخلوا عندي مع جوايه 6 ديال الصباح ديالكم كتكون 12 ديال النهار الوحده ديال النهار مديكم تحوسوا مع راساتكم تتكرهوا تشوفوا الصورة عندي في اليوتيوب عندي راني مصور السوق اليوم شريت واحد الليعه ديتها للوطيل مع عندي ثلاجه في لوطيل راني تصورت ها راهم الكلاب خليهم يمشيو احسن ما يتبعوني الا تبعوني وبقاو ينبحوا نبقاو دايرين الفراجه هنا في الزناقي فهمت هذه هي اللي ما بغيناهاش و1601 اوستيل لا كنمشي البوكينغ حسن راه الضحك زازا والله واش راك داير كيفاش راني داير اخاي من وجهه نظري فيه الوحدانيه اوتيل ما عندك ما دير واش بغيتني نكري فيلا لوطيل حسن لوطيل بعدا فهمت ضروري يا بنادم واش ندير نبات في الزنقه شو العرب اصحاب المال عرب اسمع الموسيقى كفو ما يتبع ما يخالف فوت ما العرب رميوها هذيك اللي معاه باينه شي نصبه عليه شي نصبه هي
وجهها غاديه وتلعب بعينيها. صحاب الدراهم ما يخالف ما يخالف ما يخالف. خليفة على الله، احنا نعرفه غير خليفة على الله. هما يقول لك ما يخالف ما يخالف، يعني صافي تقول له لا جاتك قدي يقول لك ما يخالف ما يخالف، احنا نعرفه الخليفة على الله. صافي مسكين مشات تكلم فيك مسكين. واه ايوا دروك غادي نغلط عاود في الطريق. واش هاد الطريق تدي للبحر؟ الا كانت تدي للبحر يمكن شكرا. هاي اقرا فاطمة للاعشاب، قراها باللغة العربية محطوطة مزطوطة. كفو شتوها ولا ما شتوهاش؟ فاطمة للاعشاب فرع بطايا، باش ما تقوليش نكتب عليكم اخي كنت باسبانيا. نعم احفظك يحفظك الله يحفظك انت اخويا حميد، حميد الرجل الزين. راكو عارفين خصني نلاهيكم بالهضره، خصني نهضر 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 وكنخرج فهمت. راه التركماني المعفون ما ناكلش عنده، راني غير شفتو من وجهه ما بغيتش ناكل عنده، ماشي المره الاولى ولا الزوجه. كنفوت من تما اليوم قول لي كنعيط لهذيك باندا كيجيبوا لك الماكله اخويا من عند من عند كيقولوا من عند اللبناني. عندهم هنا واحد لاباج سميتها باندا، باندا زعما هذاك هذاك كوالا جو كرو كيتسمى بالفرنسي، هذاك الحيوان اللي عايش في الشينوا كاين قارد دايرين واحد لاباخينا. صافي تدخل عندهم يصيفطوا لك القص حتى يجي حتى عندك هنا، راه الخضر والطريق ديالي والله ما تفوته. حبس ها الكاميرا حبس ها هي الجرافيك صورك. ها يكفى تحفر راه سير حيد من الطريق. سلام خويا فين بلاصه هذه؟ في باتايا تايلاند حبيبي. ها هما فرج سي. شكرا اخي بزاف على هذه المعلومات كاملين الله يسهل. شكون هذا؟ نور الدين الله يحفظك الله يسهل عليك يا رب. شكرا كيراك خويا الله يحفظك الله يطول عمرك خويا المسافر الله يعاونك الله يعاونك اخويا حميد الله يطول عمرك اخويا الله يحفظك والله لا يخطيك. وما تنساناش تدخل عندنا ترقب علينا. شكون عاود خويا المسافر الله يعاونك الله يعاونك. شكون هاي فرام فوكيت ان تايلاند؟ نو يو نو سبيك انجلش بليز بليز شير بليز. شوف 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 جاي طاير رين صوروا بالكاميرا يحبس ما عنده كي يدير. هالطريق راني غلط فيها، هالطريق راني غلط فيها راني غلط فيها. ودوا دخلوا معها الدريبة هذه نشوفوها فين تخرج. اصبر ادخلوا معها واللي ليها ليها. ديجا راها جايه واحد اللوطه من مورايا خليوه يفوت. فوت يا صاحبي جاي لاصقني خلعني هاد المصيبه يصحابني شي حلش. فوت هنا يمكن راني غلط وغادي نسبق مولي ضارب كاع حد طريق. شنو شنو واش انت خويا كنت تعمل ستاتيستيك انت كوفيد تكريتين وما جا وراك؟ والله ما فهمتك كاع. ستاتيستيك انت كوفيد تكريتين ما جا راه هذيك الهضره تاع السوق روح ديرها مع شي واحد اخر. المهم غير المهم غير هضر فرغ داكشي اللي عندك في القلب، غير ما تطيحش الهضره معنا بنات العائلات ومعنا الرجال بنساهم فهمت. وانايا غير قول لي بغيت خرج داك الكبت اللي عندك خرجو بلا ما تعاير، غير تطيح الهضره ما تطيحش. راني غلط في الطريق. انه البحر انه البحر يا اخوان والله العظيم انه البحر. انظروا انظروا تعرف ديما كيسولوني على هاد درجه الحراره. غدوه غادي نشوف لكم في التليفون شحال داير. غادي نبروغرامي بانطايا في البانطايا نبروغرامي هادي بطايا سمعت. ونبقى كيسولني شي واحد نقول له ها شحال درجه الحراره راها ضاربه ما مانيش مبروغراميها. وراني تشوف الاكسيلاتور باليد اليسريه والفران في اليد اليمنيه ما عندي كي ندير او بالمقلوب. شوف شوف ولا 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 خصني ندير لكم بابا. كاين شي هاربات ولا والو؟ مزيه ما قلتش ديك الكلمه الاخرى. لاقاش كون قلت ديك الكلمه الاخرى كراني فرينيت. ما تطيحش الهضره الله يحفظك. راه معنا هنا يا بنات الناس كيتفرجوا كاين رجال مع نساهم كيتفرجوا فاش كطيح الهضره كيهربوا سيرتو كيقولوا لي كيحيدوا لي لونغا الاخرى التعليقات ديال الناس وكيبقاو يسمعوا الهضره ديالي كيقولوا لي ما تطيحش
على داكشي ما نطيحش بزاف. لا موطويات واه كاينه فهادي عندك الصح بزاف ديال لا موطويات شحال يكرو المول موطويات بخمسة اورو اخويا للساعه. ها ما استغفر الله شوف شوف هاي طلعني كذاب عاود 5 اورو 24 ساعه. ولكني الا جيت هنا وكريتها كنصحك دير كاميرا فيديو ياك تقول له قول له عطيني النمره ديالك ديال التليفون اش عندك فيها الواتساب يقول لك واه دور على ديك لاموطو قرب لها التليفون زنقا زنقا دار دار صورها وصيفط له الفيديو فهمت علاش كي غادي تولي ترد له لاموطو غادي يجبد لك شي ختيشه ويقول لك هذه انا غادي نصاوبها هو راه كاري لك ب 5 اورو ولا كاري لك يومين ب 10 اورو يولي يقول لك انا هذه خاصني نصاوبها ب 50 اورو انصب عليك بصح كي تجبد له الفيديو اللي صيفطو له تقول له ها هي فراها تخنتيشه الجرحه ها هو غادي يدخل فيها با اما ستيفن ايلايت ستيفن ايلايت ستي كان وقعت لي ها هو شت 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 قال لك ها هو وقعت ليه ايوا دركي خاصك نتايا المره الجايه شي مغربي ولا جزائري ولا تونسي المهم حنا كاملين ولا شمال افريقيا انا سلعه وحده واخا حنا كنتعايروا فيما بيناتنا الهمج ديالنا مع الهمج ديالهم راه متعايروا خصنا نفيدوا بعضياتنا بالمعلومات باش واحد ما تحشالوش بحال انا ما نبغيش تحشال كي تحشات لي انا ما نبغيش عاوتاني خوتي تحشالهم. مروان قرا واش انا طيحت شي هضره لا لا راني غير نوصي حبيبي راني غير نوصي راني غير نوصي ما قلتلكش مانيش نقرا كاع لي كومونتير وراه عندنا الموديرادور هنايا راه قايم بالعمل ديالو راه كيبلوكي غير كنوصي وماشي قلنا لك انت زعما شي حاجه ولا انت راك مربي ولد الناس واحسن الناس واش هي غير كنوصي فينك انت انت ايوا اسمع الهضره كي دايره فينك اخويا فينك الراجل الزين فينك عمي راني حتى انا كبرت ولا يقولوا لي عمي ويو التليفون مشى فينك عمي فينك اخويا فينك خالي فينك انت طيح بيا انا 90 كيلو شحم لحم تقول لي انت راني في تايلاند اخويا راني نضحك معاك راني في تايلاند راني نحيد القنطه من قلبي انا قريب 15 عام وانا فيا القنطه ودروك راني خرجت من الببوشة شنو اخويا اسمح لي سماح اخويا سماح حتى انا ولد وجدة ايه وي ولد وجدة تعرف ولد وجدة ترش لنا الماء رشيهم رشيهم احنا في التصفار احنا ولينا في الخدمة ديال البلاد في التصفار شنو هاد البحر كاين طونال بزاف ما فهمتش والله ما فهمت شنو كتكتب جيب راه مبلع باش الفلوس ما يطيحوش قرا دون دي اس وست دون دي ستا وستاد استوي ان باتايا تايلاند يا هرمانو ميرا 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 esos comen bichos pero no comen ratas y gatos y perros pero sí que comen bichos شنو قرا تيغول الون فيغ سي فري ما عندي ما ندير الله غالب الله غالب ها البازار ها هو الباندا اللي قلت لكم عليه قبيلات قلت لكم الباندا وقلت لكم كيقولوا له الكوالا جو خو هاد الشابو زوين اخويا هادي واحد المشكل مع الشابويات لا لا ما عجبنيش الشابو ما عجبنيش لا عندي مشكل مع الشابويات ها هو الباندا شتوه هذا هو الباندا هذا دروك بازار ديالهم تدخل تشري شي حاجه وكذا باندا هو داك الحيوان اللي راه ليها خرج راسو كياكل كيكون في الكاليبتوس سلام شكون هادي اللي قالتها بردي نبيله الله يلا عرفتك نبيله 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 اخت نبيله اخت راه حنا غير كي البارح اختي نبيله عاوتاني اللايف والتحواس والفيديوهات راه كتشوفي المشاركه 115 قبيله راه كانت كدا 170 وهي غاديه والنهار يا ما تربي راهم يدوزوا عطشت مين شريو الماء شو نضربوا شي عصير عند هذيك خيتي نمشي نضرب عندها شي عصير ونولي يالله روح ما عنده باكاج دخل فيا دخل ها آه هو الاخر دخل فيه دخل كولي هالحنشة كولي شاني داير الزوم ولا ما فهمتش حبيبي رد بالك رد بالك
مره نونوا رد بالك ما تطيحش الهضره هذيك الهضره اللي قلتها راهم ما فهموهاش كاين اللي ما فهموهاش فهمت راهم معنا بنات العائلات ومعنا رجال مزوجين راهم يتفرجوا تطيح الهضره بلاش الله يحفظك ها هو الهيلتون يبان لي راه الزوم الزوم عندي في التليفون ما عرفتش علاش راه هذا الشيء هذا خدام شتا هو درك عاد مشى كاين موطو تاع 4 دراجات للبنات ها 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 يكروهم الله يعلم اخويا بديك ها 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 علاه الزعمة زعما البنات ما يعرفوش يسوقوا والبنات راهم كاع كيسوقوا رجالتهم فكاينه شي مرة ما صايقاش راجلها كي جاتك تعيا طير نتايا تسوق لا موطو تاع 2 جراير وهي تعرف تسوق غادي 4 جراير في التالي تجي مرة وتسوقك انت هاكاك بيك بشلاغمك وتبقى تقول لك فوت منا ها واش دير ها واش تاكل ها واش تشرب ها فوقاش تخرج ها فوقاش تدخل صبرنا هربوا لهذا منا واش كاينه ولا ما كايناش الدريات اللي راهم هنا يعطيو الصح يقولوا لك سافري راهم يضحكوا والله لا راهم يضحكوا 7 اي لايت 7 اي لايت سي اسمع اسمع ها البحر نريد نقراو التعاليق واحد دقيقه ونزيد نكملوا بكم مع جنان عاد نمشيو نشربوا لا كان واحد الاخ تيشرح ستاتيستيك نتاع كوفيد في اسبانيا والفاس مع مرك تهضر انت من قبيلات انت علينا غير ستاتيستيك راك تسوق وتهضر وتقرا ميساجات ورد البال لكل شيء برافو ليك اخويا سير الله يعطيك ما تتمنى الله يجيب لك شي دريه تبقى تبغيك بحال كيما انت تبغي والديك فهمت وتكون زوينه جيك عليه هواك هذا ما يبغيو الدراري انا صيفط لك هذه الدعوه هذه من تايلاند غادي توصلك قول امين والله اخويا الحياه الطبيعيه نيشان واه 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 راك في لازاري لا راني في المحله ش 5 و 5 اخبوس ولا تخموس تن تن ين لن نقص تن 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 اخميس لن خموس تن 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 بصحتك ايرمانو الله يعطيك الصحة ايرمانو اخموس لن خموس تن 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 وقالوا لي شهر فبراير غادي تزوهر القضية وغادي الصهد يزيد والبحر يزيد يعمر شوية وان شاء الله ربي يبعد علينا هاد كوفيد وتبعدنا وتا واحد ما يموت ما يمرض ونوليو كيما كنا يحيدوا علينا لكم ماما السلامة رحيم سلام رحيم إسماعيل برافو عليك إسماعيل خموس اللين خموس دن 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 اللين حموس دن 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 اضرب الناقوس اضرب الناقوس وش هي دعي لي نروح ليها نحوس ايه باش هي صعيبة حتى نتايا ندعي لك ربي باش تجي لتايلاند تايلاند دخل غادي تكتب سكي سكانر ياك اس كا اي غريك اس سي ا ار او او ار جو كوا سكانر غادي تدخل لها وغادي تكتب الطريق اللي غادي تشدها من البلاد اللي راك فيها من بيلبا ولا من مدريد دير مدريد بانكوك اكزومبل ودير لي بري وبعد بعد بحال دير غادي تلقى 600 اورو الي روتور ولد خالتي سمعت غادي تلقى 600 اورو الي روتور 600 صاحبي الناس راك تخسرها غير طريق بحال من مدريد لالميريا راك تخسر 600 نورمال فهمت تخسرها تكون مع لا فامي تخسرها ركب انت في الطياره وزعم ورواح ولونغلي غادي نوريك القالب واش غادي دير انا راه كانت معايا الدريه تهضر لونغلي ولكن حتى هي عاونتني وراتني كيفاش تقولي بغا كي توصل للمطار كي تهود من الطياره سمعت غادي تقول له بليز بوس تليفون صافي ولا قول له كارت تليفون بليز هادي ما تعلم هادو بالجمل الاول اللي تعلمو غادي تمشي غادي يوريوك يديروا لك بالاشاره ها وصل عندها قول لها بليز كارت تليفون غادي تقول لها شحال روح صرف الدراهم الاولى راه كاين الطابلو راني داير الفيديو ديال الطابلو بشحال كاين قام فين كاتبين شحال التأتمينة ديال الاورو وكذا صرف عطيها 100 اورو صرف ياك شري لا كارت راهم كاينين بحال في الجزائر كيعطيوها باطل كيعطيوها لك باطل غير كتوصل كيعطيوها لك باطل لا كارت وانت كتعمر عمر لا كارت ديالك وقولها لها هاي فرت تقرا الكارت شتا وبالتليفون عندك تغلط شو التليفون في الراه تاع الواتساب داير التيك توك شتو ولا ما شتش راه جامعه عليها بنادم المهم
سمعت كي تركب قول لها ديري لي اللي قال لي شحال الساعه نقول له زيد 6 سوايع زيد 6 سوايع فين ما كنت في المغرب ولا اسبانيا زيد 6 سوايع سمعت اون فوا تركب لا بيس قول لهم بور فابور قول له قول له قول له بليز قول له قول له قول له موني 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 انترنت صافي راهم يفهموك هيك عمر لك الانترنت غادي تهبط تراديكتور ديالك راك ديجا تكون مهبطو نتا من اسبانيا صافي غادي تكتب تما من فضلكم اريدو تاكسي للاوتيل شارع كدا هادي منا من هنا غادي تخرج لك باللونجلي وريها له بغا يهضر قلب له عاود الحوار ولصق له فمه وقول له هضر فهمت بلا ما يكتب بلا ما والو هي غادي تشرح لك زيد صافي راك تقدر تمشي على رجليك صاحبي فهمت راه بزاف ديال الصوالح صافي وسافر مع راساتك كثرنا في الهضره واش هي شنو شنو باز ليهم كيتوك الناس كدوز الوقت وصافي قامت لك رحيم نقامت لي انا يا اختي ولا خويا مش عارف نقامت لي مازال ما جامع الحساب بصح انا ما نخليش الحاجه في خاطري ما نكذبش عليك نمشي للريستورون ناكل فهمت الغدا يقدر يطلع عليا ب 40 50 اورو فهمت نخسر انا ما نكذبش عليك علاش انا كنت نكمي فهمت نكمي نزهه وكانت عندي صاحبتي كنت نعطيها زاهية اختي غير سمحي لي هاد الهضور فكنت عارفين انا اللي في قلبي فمي كانت عندي صاحبتي كنت كنعطيها 400 اورو في الشهر والله العظيم كنت نعطيها 400 اورو ساكنه معايا ونمر معاك مع راسها هو كل شهر بانعسه مكسيه والريحه وهذه وزيد ندور معاها ب 400 اورو كانت الحركه فهمت وبنادم صافي بنادم قطع الكار ولا الطريق الله بنادم ولا كتولي تقول انايا البارح كنت نكمي 10 اورو ونعز في راسي انا شي حاجه ما نعيش في راسي فهمت وماشي راني نبان عليكم ولا شي حاجه راه كاين شي صوالح اللي نتوما ما عارفينهمش فهمت بنادم غير خليها على الله وصافي الانسان راه الدنيا والزمان وفي الوقت كل حاجه في وقتها كل حاجه غادي تعرفوها في وقتها ان شاء الله خلي القناه تطلع ما كنضربش الحساب فهمت ما كنضربش الحساب للحاجه صبر نشوف لا فامي شنو كتبوا ماشي مشكل خويا خذ راحتك الله يحفظك شنو شنو فين راك رحيم راني في تايلاند شكون شكون نوغات ما عرفتكش نوغات شكون درنا شي فواياج لا فرنسا ولا في يعني فين تعرفت معاك قلت لي رحيم ما عرفتكش شكون كاينين الناس اللي يعرفوني هو ها هي تعيط شحال راهم 100 والصرف رحنا قراب رحنا قراب ها ماكدونالد البحر كيما خلاها ولاد الناظور البحر امي بنادم يفوج اخويا بنادم يفوج انا دازت عليا دوز انا راه عام ديال السبيطار اخوتي هذا اللي راه يهضر معاكم عام ديال السبيطار تعرف شي عام ديال السبيطار عام ديال السبيطار راه غير الفم اللي يقولها راه ماشي غير جيت وجيت لهنا لبانكوك راه عام ديال السبيطار تعرف راه يدوز عليك العذاب الاليم والحمد لله يا اخوتي ورحنا صابرين ورحنا الحمد لله ورحنا بخير وبنادم هو راه يفوش شويه نساو به داكشي اللي داز علينا وكيما قلت لكم كل حاجه في وقتها كل حاجه في وقتها يا الله يا خموس اللي خموس شنو شنو قالوا راه قريب تسونامي عاوتاني في تايلاند ان شاء الله ان شاء الله ما يموت حتى واحد لقاش الانسانيه قال لك من احيا فردا كما احيا الناس جميعا سمعت ومن قتل فرد نفسا كما قتل النفس جميعا وانت درك فاش قلت راه قرب التسونامي يجي بحال الا راك تمنى التسونامي يضربنا ونموتوا باش نتايا دير هي يا قلتها لكم ها هو ضرب التسونامي ها هما الناس ماتوا ايه انا واعر انا واعر ياك هكا ايوا فكر فيها شويه شكون اللي كيفكر بهذه الطريقه دراري الصغار على سلامتك الله يسلمك الله يسلمك شو ولاد الناس الله ريت الله يشافيك الحمد لله اخو الحمد لله الحمد لله قالوا هفت الفزا يا صديقي لا تكن كذابا لا تكن فكل كذاب نمام سمعت الكذاب يقتل لا تكذب لا تفرج الفيلم تاع سهير رمزي ولا ماك سميتها هذيك اللي كانت مع فؤاد المهندس بكري كانوا دايرين كوبل هو وياها دري ودريه كانوا ثنائي وتبقى تقول له لا 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 تكذبي إني رأيتكما معا سمعت
وديرها في كتبها في اليوتيوب غادي تخرج لك هذيك بقيت انت كنت عاد صغير يمكن تبارك الله على هضره الزينه الله يحفظك خويا وجدة باري هذا وجدة باري قبيلات ولا الصباح ولا البارح كنت معانا ها ريحة الشواء عاوتاني الهوا واش زوينة تايلاند بزاف ناسها الله يعمرها هاي شوا فعاود واحد اخر شتها تكذب على القاوري هاي شت 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 شت, شت الوجه والتعامل هاي غير يهضر معايا ولكن انا زدت كسيريت مع اخوكم مجهد في لونغلي فهمت ما بغيتش نهضر معاه لاقاش خوكم مجهد بزاف اضحك نبيله راه تضحك تقول لك هذا بسطي انا نبغي نفوج نضحك فهمت ما كناديش الناس والله ما نادي الناس نبغي نضحك سيفري بصح والله ما نادي اهو بشوا الهوا اهو بشوا امشوا هنا كنت كاري في هاد لوطيلات هنا من عهد الزنقة ودروك راني وليت نفوت معاها ندخل لهم ديك اللعبة من هنا نقطع الطريق هو يحسبني راني زعما عاد ساكن في لوطيل وانا غير من هنا نقطع له الطريق ايه هاو بلي غاوك العساس اورا قد معرفتهم شتوه حضيب حضيب شتوه فين راه ما شاف والو مسكين راه على عينه واش هي جابوك ما هي زوكا واش راك تكتبها احمد واحمد واحمد شنو كتبت اكتب بالعربي اكتب بالعربي من فضلك اسمه سامية كانال يوتيوب دخل لك سامية كانال دخل لك ما فهمتش والله ما فهمت هذه سامية كانال عاوتاني شوية في بني درار شوا اشوا هاو بشوا بني درار هاو بشوا بني درار غادي نخرجكم في الزنقة نمشيو نضربوا واحد العصير عند هذيك نقية هذيك المرأة نقية عادوا نوليو غدوة اللي غادي تكون السهرة زوينة ان شاء الله غدوة فيها الفياق بكري علاش تكونوا انتم عاد فايقين مع ديك جوايا شحال تكون عندكم جوج تاع الليل حنا الجوج زيت لها 6 لا قبال قول مع 12 تاع الليل 12 تاع الليل ديال من ديالكم انتم نكون انا فقت تكون عندي 6 ديال الصباح وانا عاد قالوا لي راه 5 خصك تفيق نوض نحضر نصور دوك الشاولين خصني نديرهم في القناة الشاولين كينوضوا يفوتوا على دوك ربوبهم اللي حاطينهم في الزناقي يديروا لهم البخور ويحطوا لهم العصير والمناضه باش ربوبهم يشربوا فهمت يضربوا بهم غير بالعالي باش نضحكهم فهمت كيفاش ايوا وراكم مفوجين عليا ماشي انا اللي راني نفوج عليكم خصكم هذه تعرفوها راه انتو شحال الفندق رحيم اللي راني نبات فيه درك دخل عندي الفيديو التالي اللي راني دايره في القناه بشحال 18 اورو والله فيديو واعر فهمت مصور فيه الشومبرا كي دايره الطواليت البالكون مصور فيه لابيسين غير مسترجم تاع البيت يعجبك 18 اورو لدو بيرسون ماشي لواحد هي تجي عندهم واخا تقول لهم لا حسبوا لي غير ب 8 اورو ولا مش عارف ولا ب 10 اورو لواحد يقولوا لك لا سي اوبليغاتوار تخلص جوج ديال الناس لحقاش بغيت ندير معاهم حتى انا داك التمسمير ديال وجاده ساعه قالوا لي ما تاكل لك شابو قلت لهم معليش معليش 18 اورو راني فوج داك نخلص في ايبيس 50 اورو عند المغاربه ديالنا فوجعه كي نمشي لوجدة با غادي يدخل فيا فوت واش واش درت لنا احنا باتينيو درك سمعت فوجدة واش فيها غير قول لي دخلت عليك بربي باش يخلص عليا انا 50 اورو ايوا يلا تمشي واش نمشي فين نمشي وجدة تحوسها بهاد لا موطو هادي تحوسها عندك ساعه راك حوسها تدخل بروت مراكش تفوت على باب سيدي عجوها تفوت من سوق الغزل تدخل من هنا عند القزاره يقول حوت العاد شوية صحاب القوقة وزلابية تخرج من تمة الشارع عاود تفوت للسينما هذيك الفوكس تاكل شوية كران تفوت جي الديوانة تقلب على التينيس لازاري تفوت القدس بالمراح والصافي هارك يخلص عليك 50 أورو علاش الحقرة علاش دي اللي أوطيل زوين فوج دابلا بيسين غير بواحد 12 أورو على حساب ولاد الشعب فهمت أو هنا لابيسين 18 أورو شت البارير راه مبلع ما غادش نشوف فيه ها راه مولات العصير مولات الميني مولات الميني هاي عرفتوا هاد الزنقة هاد اللي راني فيها راه هي اللي كتجيب من التحت كاع فين كاين التركماني المعفون اللي قلت لكم التركي المعفون تشيميتشو
شتهم ولا ما شتهمش هما ينشبوا بنادم يقول لكم شنو نقصروا معاك احنا في ثلاثة عطينا 40 اورو مولات العصير ايه مولات العصير يا ودي وديني معاك واش دا زوينه سي فرين انا غير قلت لك على الاول في الاول فعاود انت الاول كي تولف شي حاجه كاين اللي يجي الوجدار ما غاديش يقد يبات فيها حتى جوج ليالي شنو نضربوا افوكا ها هو داك الوليد هاي وان يس اوكي شتو لونجلي ديالي شحال زوينه انا لونجلي ديالي في الساعه يفهموها مولات الصالوبيت مولات الصالوبيت ماك صحاب بوكاسكروت وريحة الزيت يا مهمتي غادي يخنقني بالزيت هذا عاود هاشينو يا فرها تاكل شحال راكم مشاو من عندي بزاف ديال الناس المغاربة تلاقيت جوج طنجاوة هنايا كنت داير لايف بحال هكا صدقوا سمعوا الهربيه راك تعرف انا الصوت ديالي يقلقل مين نتوما طلعتهم في اللايف شافوهم الناس البارح تلاقينا كويتيين ايوا هي غاديه بحال هكا ما تعرف غدوه كاع شكون تلاقاو قالوا لي كاين واحد البار ديال واحد المغربي مازال ما مشيت له ومع بار ما بغيتش نمشي ما نكذبش عليكم بار غادي تمشي واش تقول عطيني قهوه حليب يتوب الله يقبل الله يقبل الله يقبل برافو عليك والله الا برافو عليك ايدينا واش دريه ولا دريه بدل السميه الله يحفظك شكون هذه الاخت حسنة لا تصويره نتاع هاد التصويره نعرفها حسنة صيفط لك شي حاجه وتبان لي بحال راه مبلوكي عندك الواتساب واش انت هي بعدا ولا مش انت هي الوهرانيه ديالنا مليح اسماعيل وجده باري السلام واه هي لكن بلوكي الواتساب واش وصلك الميساج التالي شحال غادي تبقى تما رحيم حتى لشهر جوج ان شاء الله ويلا زادت عجبتني القضيه نزيد نقعد سمع داكشي اللي راني نخسرو ليها راني نخسرو هنا مرحبا زازا راكي هنا تري بون ادريس كيل ادريس زواج حلال ما كانش احسن من الحلال الحلال احسن حاجه كاع مولات الميني مولات الميني ودي وديني معاك لا ما كنتش كونيكتي كنت مشغولة ورديت عليك اوكي 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 اسمع ها هو جاب لي كابونكا 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 لا ولي ما وجدتلوش الفلوس Thank you. 40 ورقة 40 أنا فلسطين أحب التعرف بكم شوف أخويا إلا تجي هنا يا فلسطيني فلسطين على راسي وعيني تجي هنا تعنب على شي درية عندي هنا المغربيات وبحب بك وكذا وهذه سير لمصر ولا سير عند فلسطين سمعت هنا مرحبا بك خونا وعلى تاجنا وعلى راسنا بصح التعنب على الدريات ممنوع مرحبا بك لحقاش حال من واحد كيدخلك وانا راني اماراتي ويبدي يدور لك عند الدريات ويبدي الطق وتعطيني نمرتك وتعطيني وانا احبك وحب المغرب ما كان لا مغرب ولا حب ولا والو عندي انا لحقاش كيغلطوا شوهونا وسط العرب اللي تهضر معاه يقول لك المغربيات حنا مشات مغربيه مشات عندهم السعوديه اغتصبها شي سعودي وبقى كيغتصب فيها ومبلع عليها في الدار ردونا كاملين بنات المغرب كلهم عاهرات والمغربيات والله ما كان ما اشرف منهم ما كان ما نقي منهم في العرب كاملين وحتى في القوار حق الرب المعبود والله ما تصيب حسن من المغربية هاني نقولها لك مرضونا يا صاحبي يلا مع السلامة مادامك تعتذر مع السلامة يلا توكل على الله والله شو هنا قسما بالله لشو هنا
لقى وحده تعرف شا هي وحده مشات تما وصوروها ومسكينه غير بالسيف عليها وتغتصبت ولا ويجي ورد لك المغرب كامل علاش لحقاش لقاو المغاربه مرحبا وانك في المغرب ومغرب بلدكم وحنا زينين وما عندكش انت تاكل اجل الدار الوالده هاد فلان راه في الدوله الوفلانيه صاوب لنا شي طاجين وتمرحب به وكذا كما كنديروا مع جيراننا وما بين الناس وديك المحبه اللي ما بيناتنا حنا المغاربه ردونا كاملين بناتنا فاسدات ردونا كاملين سحاره ردونا كاملين ولاد الحرام ما كان غير القميع مريم قالت لي قول لنا اشنو اللي زوين في تايلاند اللي عجبني انا الناس ديالها الله يعمرها سلعه ماشي احسن من المغاربه ولكني يعني بلادي تبقى بلادي نشكرها واخا ما عرفت كاع شنو يوقع فيها ولكن هاد الناس ما عرفتش كيفاش نشرح لك هذيك حلاوه هي ويهضروا بشويه فهمتي التبسيمه ويلصقوا يد مع يد ويركعوا لك فشكال عنصري يا والو خوتي نسيت نقول لكم بصحتكم حقكم في الجنة إن شاء الله تشربوا شي كاس بارد في الجنة نشربوه مجموعين سمعتوا ولا هنا يا في البلاد ولا إن شاء الله حتى أنتم حقكم واللي كانت حاملة وشافته تسمح لي بزاف إلا شي وحدة ولا شي واحد ما عندوش الفلوس تسمح لي بزاف كنطلب منه السماع بغيت ما عنديش عندي خويا راه في الاسبار ما عنديش انا هذا اللي غادي ندير معاه بروجي انايا ويقعد هنايا وما نفتحش ريستورون فهمت وانا من دوك الناس اللي خصني الا درت المشروع نديرو مع شي واحد اللي نكون بحال حتى الا سرقني نقول ما عليش لحقاش انا من داك النوع نتاع اللي نقدر نعطيك مليون بصح الا سرقت لي 10 اورو نبات بلا نعاس ماشي تغيضني ال 10 اورو تغيضني الحشيه فهمت نبغي ندير مشروع مع شي واحد ها حنا غادي نديرو مشروع نحطو فيه 30,000 أورو ولا 70,000 أورو بيناتنا حنا بالنص ونحلو ونكريو ونديرو مراكش ولا حمام ولا هنا في بطايا ولا في فوكيت ولا ولكن من بعد أنا خاصني نولي لسبان فهمتي عندي شغالي في لسبان ونولي نبقى نجي لهنا والإيرادات نبقى نشوفها ويحشيها لي هاد الضريبة تاكل نولي الوسواس خناس فهمت اللهم أختي خليني راني غير في رزقي راني نعس مخاير نحط راسي على الوسادة نمشي ما نحتاج ندير والو انا اللي كنتمناها من الله كنتمنى نتعلم التجاره الالكترونيه يعني نجيب السلعه بالكرو ولكن مع هذا الشيء هذا ما خدامش وندير في الانترنت وندير كذا وتهرب الضريبه نتعلم كيفاش ندير نتهرب باش ما نخلصش الضريبه كنهضر على الاسبان ولا فرنسا ولا هادي واه نزيد نعطيكم واحد المعلومه على الصديقه ديالي كتخدم في هذا الشيء وتفهم وتخدم في هذا الشيء نتاع الانترنت وكذا وقالت لي الا كانت الشركه عندك بحال دروك في الاسبان وبقيت كتبيع بحال الالمان وهولندا واخا غير مشطه كتبيع المشطه ولا كتبيع بورتكلي ولا كتبيع بالكرو بحال في الاسبان كيخلصوا عليك الضرائب على المبيعات ديالك خارج الاسبانيا ولكن الا كنت داير الشركه ديالك في انجلترا ياك في الانجليز وكنت كتبيع السلعه ديالك يعني كنبيع في الانجليز وفي الانترنت وفي نفس الوقت كان بيع في الاسبان في الالمان في وجدة في الانجليز كتخلص عليك الضريبة غير في المبيعات اللي في الانجليز مشغولهاش هي في داك الشيء اللي على برا هادي افير زوينة فهمت هادي افير زوينة وكتلقى مع الناس وكتعلم فهمت وانا كيعجبني بحال هكا كنتعلم المعلومة كتفيد الا ما فاتتك دروك تفيدك منا على عامين على 10 سنين ما تعرف كاع فوقاش لوكا ديال الضو وا ايوا راه بلادهم راهم يضويو عليها راهم يديروا الاشهار وراهم فهمت خليهم اخويا سلكوا ممكن ابوني بليز
وانت ما دايره ليش ابوني ليا وباغياني عندك جوج ديال الناس 10000 باغي ما دايره ليش ابوني عندي وباغيني ندير لك انا ابوني يا دي خارد السيكير درت لها ابوني لقيتها ما مدخلانيش انا عندها ما مدخلانيش وعندك 10000 واش غادي ديري بهذا ابوني صحابك راه ندخلوا بها الفلوس انا ما كندخلوا بها حتى سنتيم هذا والله ما دايره لي ابوني انا ضربت عليك ما خرجتيليش امي درك عاد اميغوس ها احنا سيدي ارتاح يا اختي مريم مريم القطة مريم القطة ايوا هذه سميه هذه درك يلا مريم القطة هي قالت هالك نبيلة قالت لك يا بردي يا بردي تعجبني انا هاد يا بردي يا بردي ها شو شرا مزوقين الفوق شو بابور شكون هذاك نوح الا ما معاهمش البقر والسلحفات الاخر يهضر مع السلحفات يا بردي يا بردي على الحوته والسلحفات شتا هذاك درك كماشي جوان ولا راه يهضر مع حوته وهذوك سافروا في هذاك الشجره فوق الغيام هذاك راه غيام زعما واش راك فاسي ولا مكناسي لا انا تازي شنو بان لك فيا كنهضر بالتا تينا دارت لها ابوني المبعكس دارت لها ابوني انا الدريات يشوفوني وكنحترمهم وكان كاع الدريات ماشي بالغرض ديالي من شي حاجه ولا من التعناب فهمت ولكن كيشوفوني على القهره اللي دوزوها والحقره وقلت الفلوس كون جيت نحكم اسم الحي اللي نسكن فيه قطه مشرفين اختي قلت لك لو كان جيت نحكم كل بنت عندها اكثر من 16 عام ندير لها 600 درهم تديها باطل من فلوس الحوت ولا من شي فلوس ولا اسفاس يحكموا كيما تلمسان سمعت علاش عندهم مصاريف عندهم مصاريف زايدين على المصاريف ديال الرجال حنا واش تحتاج حنا تحس كوافور دي درهم ولا 15 درهم واللحيه ديالك بيك كتحسن به ضروري خص يكون شي بيك زوين ماشي بحال البيك تاع 30 هذاك تاع درهم ونص بصح البنات تعرف شحال ديال المشاكل عندهم ولا يا بويا تبقى غير مخلوع وغير هذيك يويو بيل ولا ما عرفت كي سميت هذيك اللي كتسخن وكيسرحوا بها الشعر ما كدير شي 70 اورو ولا ما عرفتش شحال كدير لا مارش لا ماركه زوينه نبيله الضحاك كي سميتها كي سميتها بوبي ليكس واش هادي خلقها ربي رزقها رانا عارفين رانا عارفين ماشي تحقرها تقول لها خلقها ربي رزقها جبد الدراهم عطيها كي تدخل للدار عند اختك باحترام راني كنقول لك اختك انا عندي اختي فاش تدخل عند اختك للدار عطيها واحد 200 درهم قول لها ودي راني لقيتها في الزنقه ولا حقاش انت اختي هاني غادي نعطيها لك تعلم هادشي هذا باش اختك تبقى تبغيك وتحترمك يقول لك حنا الحاجه اللي كرام مسحوها في الله ربي خلقها رزقها وهي قدامك مسكينه بينوار في العام مروليه فيه بحال الجوان الله يحفظك خويا محمد بابيليس واه بابيليس ها هو كل مش اللي قال لي راكو تاكلوا راهم ياكلوا المشاش هنا ما كياكلوش المشاش وياك ما ياكلوش كيقولوا له وانت واه باين عليك ود الناس الله يحفظك الله يحفظك واش دير بهاد 1000 باش تطلع في اللايف تبقى تسب وتعاير شكون جاسمين واش اختي جاسمين درك انت 1000 وما فهمتش درك غديري بها باش تطلعي في اللايف شيخي واه التيك توك هذا فيه الشيا خاص صراحه ثلاثه ديال اربعه ديال تلقى بنادم دا 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 شويه يقلبوها معيار شويه يقلبوها معيار السبان السبان حمام 190 واحد طالعه والمعيار المعيار والله يا زعما واش غادي نقول لكم يا لطيف يا لطيف العصير مشى حقكم في الجنة بإذن الله ركبوا الساك الرول كاين رحيم الله يحفظك الله يحفظك كل هاو يدبر راسه لا لا والله الا الدريات اللي عندهم مصاريف قسما بالله مسكينه وتخيل انت درك دريه
الدريه بغات تكون بوغوسا ولا واش الدريه الا بغيتها تولي بوغوسا الا بغيت ما يسمى عندنا الزين حتى حنا يولي عندنا الزين خصك تهلا فيه من صغره فهمت ويطلع عندك الزين واش نتايا تضربها وشوف والمدينه خصها باش هو تقرا تهود في طاكسي نورمالمون فهمت لا يري كونديسيون ماشي كاع طاكسي تقدر الا كان عندك طاكسي المهم حتى حنا ما عندناش دوك الطوبيسات اللي فيهم الايريا كونديسيون المبرد مكيفات الهوائيه باش غادي تطلع لك حتى هي مسكينه وما تعرق ما والو والله كنت فكر زعما شي مناظر عندي مكرافيين في الراس على بنات الحومه وبنات المدينه باش كنبقى نتمشى بحال هكا وكنبقى نشوف والله اخوتي الا باش نقول لكم يجيني البكا ما يجينيش البكا ولكن والله واحد الحرقه عندي في القلب حرقه كبيره كي تشوف بنت بلادي مسكينه لابسه تريكو وزويونه وتلقاها لابسه تريكو باين الفاقر لو كانت تقبضها تزير عليه تقدر تحشيها لها تدي لها العرض ديالها ساهل علاش غير بالكذوب وكذا لحقاش قلت الشيء تقلت الشيء وكاينين الذئاب البشريه اللي كيديروا هذا الشيء اخوتي انا والله بنديرها تعرف علاش عندي واحد الضمير راني كنهضر بزاف وكنبقى نتحل وراني ناسي روحي مع 97 واحد هذا ما نقول له لا باي باي لا والو يلا هرول هو عنده الربح كي نجي نشرب عنده شي حاجه ماشي في باي باي ديالي كنبقى نتحل وكنبقى نهضر وانتوما كتبقاو تصانطوا خليني اخويا وقطيطه فين مشى راه نصارى كيتعاونوا ملك التيك توك ما فيهش فلوس ما فيهش اخويا الفلوس فينا اش من فلوس فرع الفلوس باش تدخل الفلوس قلت شي كترشي سفري باش تدخل الفلوس راهم كيعطيو 34 اورو على 1 مليون دو في و 1 مليون دو في خصك تجيبو ما كملاش 24 ساعه ولا المهم شي حساب بحال هكا يعني خصك كل يومين كل 3 فيديوهات بحال طلونسه 3 د الفيديوهات يديروا لك 3 د المليون 3 د المليون 3 د المليون 3 د المليون وتبقى غادي هكا وكل فيديو تهبطو يضرب فهمت بحال داك الكحلوش هذاك ما نعرفش سميتو مابي ولا ما سميتو هذا كيدخل الدراهم و فهمت خص في الاوروب ما المغرب اليوتيوب وما اليوتيوب فيه الفلوس اليوتيوب فيه الدراهم هذاك راه شبع فلوس داك كيقولوا له داك عبد القادر الخراز كذب عليهم تما فضحوه قالوا له كنت كذب علينا ولا 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 راني غادي غير نمشي ندير شي فضيحه في راسي والله غادي يجي شي واحد طاير غادي يزرب عينيك والمشكل ما عنديش طال سيرونس باش نداوي وباش كلشي غادي يخرج مني الله يستر يا ربي يستر موليناش على الطياره ماشي الطياره الزنقه تاع الاخر الزهو قلت لك الدريات الدريات تهلا اللي يقدر ما يتهلا غير يقتهلا الا لقيت شي 10 دراهم ولا لقيتها في الزنقه قسام مع اختك ما تنساش الا كانوا عندك اختك ولاد ما تعطيهمش عطيها لاختك فهمت تهلا تهلا والله الا تهلا الدريات فهمت وهذيك تطيح الهضره في اللايفات قدام الدريات ما تبقى تطيح قدامها تولي حتى هي راه داك الشيخ شمس الدين راه قالها في واحد كيقولوا له قال له البنت قال له ولا تهضر بحال الولد كيقول له يا خو وين راك يا خو بالسيف شافت خوها ولد خالها ولد خالتها يهضروا بديك الطريقه كون شافتك انت مربي غادي تولي حتى هي تحشم تشوفك تحشم منها هي تولي تحشم منك تولي الانوثه يولي حتى حنا عندنا الزين ودرك الزين راه ينقارض واللي كان راه كيهرب لوروب اما يا ما ليه دي خويا حبس اللايف حتى تدخل لا 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 ما يمكنش جو بو با ما نقدرش نحبس اللايف هاي الطياره غادي ان شاء الله كون جيت نقدر نقلعها نجي نركبكم كاملين نحرككم كاملين نديكم الله سويس ها هي فراها هذا كان غير طلع ما تخلص والو كندا احسن لا واش كاينين الشفاره اللي تجريسي انا راني هنا يا دكتور يدي فيها البارح والبارح وديما داير اللايف كاميرا عندي في الكيدون دير 700 اورو درك مانيش حاطها راه في الصاك هزيتو صافي فلوس هزيت تليفون ايفون 12 برو كاميرات هنا منين ما الدريخ اللي يدي لي هاد التليفون سمعت نوقف شي مولا طاكسي من هادو نقول له بوليس بليز
جبت التليفون الزاوج اللي راه عندي في الساك نطر نحط له الترجمه نقول له راه مطردقوني درك فهمتي ترجمها له ترجمها له انت كتب انت في الجوجل ترادكتور راهم مطردقوني بعد كاع واش تخرج له تما بومبا فهمت عندك كاميرات جوج دقائق جبدوهم يعطيوك التليفون ويمكن يعطيوك شي سيمانه في لوطيل غراتيس نعتذر لك شفت بريحة من بانكوك الوجدة وتبرح مشي ديالي انا يا اخويا ملني انا يقولك علي راني في عرس فين كاين انت انا مدينة هادي اخويا الطايلون بطايا والشينوي في الرغادي الشينوي والشينوية دارو مصيبة فيه ما شكون شكون صبر نشوفو هذا ميمتي على زلقة ما تبغيش تشوف الا شفت واخا راجل تهفر ليه قبرك ما فهمتكش على مراك تهضر شوفك راجلي لا شفتك واقف راجل تحفر ليك قبرك مع مراك تهضر وباديد بعديدي مع مراك تهضر بعديدي على مراك تهضر بعدا شكون هادي واش راك على النساء شي وحده ضربوا ضربوا في الشاشه هذا النهار هذا البارح شبعتوني في الشاشه صفطوا لي سلام صفطوا شي 15000 كيقولوا له ديال هذيك نتاع ميغوستا 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 نتاع الجلوبا ضربوا اخوتي ضربوا راه ما خسر والو ما قلتلكمش دخلوا عندي اليوتيوب اليوم عطشتوني شربت عصير خلصت فيه 40 بات يقول قريب شي قريب اورو ضربوا شويه راه نهضر على انسى مالهم انسى اصاحبي انسى صاحبي ودير الخير ونساها صاحبي فهمت دير فيها الخير وراه الخير راه يرد ورا ربي كاين عاوتاني درك ولات تقوليه فهمت الراجل كان كيقول بالمراه درك المراه راه كتخلف في الراجل فهمت المراه كتبقى تشكي من ولادها الولادات تبقى تقول لهم باكم ود الحرام كان يدير لي باكم ود الحرام كان يفعل لي والبنت تسمع لامها تسمع لامها نهار كتزوج كتبقى تنتقم هي في راجلها لو كان كان هي فري امها كان مهلي فيها غادي حتى هي غادي تبقى مبلعه في امها امها غادي البنت تطلع حنينه سيتو الغرا قالت لك عجبات وقال لك صح والله باكم باكم دار باكم كان يضربني باكم معطي لامو باكم خوتو باكم ما بغاش يكتب عليا الدار باكم باكم والبزي سمع والبزي تي 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 كاش خفاش ما كاش الخفاش اخويا هنا اوف عييت وياه قالك واش خادي انتردي راني غادي بالمقلوب يا يعقوب ويلي 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 الكلب يا خوتي الكلب الكلب والله الا الكلب ها هو كوقف تفرجوا على القطه تفرجوا كان جاي يجري حق الرب غادي نقصد دين موت انا ويو خوتي جوج جوج عندي لهم واحد اللعبه شعل الضوء ما مشى الحمد لله يا ربي والله العظيم الا حس بقلبي تعرف وقف لي كيشد جوج واحد نغلب عليه بصح جوج ويا ميمتي زيت داي الكل اجا الاول انطفي الضو الاول المهم غير ما يخرج ليش غير البيدبول شت البيدبول ما غاديش ما عنديش الموس في الجيب ولا ولي نسمع شي حاجه هذا راه سعودي شي واحد راه سعودي سمعت ما عنديش الموس ولا ضرب لي شي عضه يا خوتي درك المشكل في التالي غادي يخسروا عليك ايوا سمح لنا سمعت وانا ديك سمح لنا انا راه ما غاديش تخسر لي لي فاكونس وتخسر لي عقلي انا يا بسبب الكلب اما هادو شي ينبرهوش انا غوت حتى انا يا ريت نتفكر الطريق خصني نمشي تو دروا جو كروا مانيش عاقل مانيش عاقل هنا ديما كانت خربقه خوتي ديما قولي لي هالي ايه هاني مزيان 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 من هنا خاصني نمشي وهاني قلبتها عاود ما كانش خاصني نقطع الطريق راني مزيان لحقاش طريق البحر راه في هذاك التصويره ديال الملك ديالهم لتحت شفتوها هذاك القوس اللي بالصفر والله الا الكلاب الا يديرهم عاد يرجفوا راني نرجف نحس بكتافي كيرجفوا جوج وجاي كيجري زاهي قالت لي ويا بردي الكلب المغامرة دوك زاهي عارفة شنو كاين والله العظيم دوزوها عليا الكلاب واش المعيشة رخيصة في الطار رخيصة رواحي تعيشي في تايلاند
شوفي دوزي مع راساتك الاوقات، شوفي دوزي مع راساتك الاوقات، سيري الجزر، سيري بنادم يحوس. وقبل ما تجي هنايا نصيحه نقولها لكم ولوجه الله، انا فين دوزت الصراحه؟ الصراحه هنا ناسها زوينين، ولكن اللي بغى يدوز عليه بونتا كانا، بونتا كانا ريبوبليكا دومينيكانا جزيره، سمعت تمشي لها كاين، نقدر نوريك انايا فين تدخل، تشد سبع ليالي فيها، فيها الطياره، فيها لوطيل، وفيها الماكله وانكلوي داخله فيها حتى الطاسه الا بغيت تطوس. بشحال نقدر ندبرها لك؟ ماشي انا اللي ندبرها لك، انا ماشي اجونس دو فواياج، تدخل البوكينغ تقدر تدبرها ب 800 اورو، فهمت؟ 700. وإلا بغيت تخلص شي حاجه مزيان وتحرق الدراهم كما اخوكم عبد الرحيم كيحرق الدراهم، 1600 2000 3000 اورو، جبد اوتيل فيه، غادي تدخلوا عندي الفيديوهات القدام غادي تلقاو البيت عندي فيها لابيسين ديالي سبيسيال، بيسين ديالي فهمت، نعوم فيها انايا وجيراني وكذا، عاد كاينه لابيسين تاع هذوك اللي ما عندهمش فهمت، يعني مع مع الناس المختلط، عاد البحر، والبحر كي داير ورقه، ماشي ورقه كريستال، بحال خضار بحال بشكال زوين فهمت. بونتا كانا حاجه واعره، حاجه الهبال الهبال، عجبتني. وفيها الصاد على العام، دابا راني فوق ديك الزنقه اللي خاصني ندور معاها، راني عارف روحي تعجبني الهضره ونبقى لا 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 وننسى. بونتا كانا زوينه زوينه زوينه، ما كرهتش نولي، ولكن بلاصه ما نمشي لبونتا كانا خاصني نشوف. انا خوفان يا خوتي ليبرا، الكلاب الكلاب تفو عاوتاني الكلاب، راهم في الرهم تفرجوا واش راهم يشوفوا فيا، واش هذيك هي الزنقه بعدا ولا ماشي هي، واش هاد الخروج ديال الليل ما خدامش والله ما خدام، واش هي الزنقه ولا ماشي هي الزنقه، ولا طارو مورايا، واش غادي نقول لكم، واش هذه هي الزنقه، ماشي هذه هي الزنقه، الله اعلم الا راني غلط، 7 اند 11 والله الا هي هي، غادي نهرب عليهم منا وغادي نمشيها عندك ضربني شي لوطو، نمشي لهم منا عاد وندور لهم من هنا 7 اند 11 فين راها، راني قريتها، لا والله الا غلط ماي ودي، واش انا يا راني نفهم الكلاب، انا ما نفهمش الكلاب، امشي يضرب لي شي عضه نصدق خاسر في لافير، وخيبان لي هاد الكلاب ديالهم الله يعمرها سلعه، ماي مساكين ماي بصرم، لحقوني ديجا لحقوني، راني نقول لك ثلاثه لحقوني، مساكين معمرين مع داك الحم. ايه هذه هي طريقي الى كان روغار 7 اند 11 هو، ولكن هاد الزنقه روغارات ماشي هي، خاصني ندور هنا على اليسار، جوكروا 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 سي باسيون، شو هاد الدوره الا كان فيها الروغارات؟ لا ما فيهاش، زيد غير زيد، المهم لقاوها لقاوها 7 ان لايف 7 ان بانكوك، بطايا بطايا خويا بطايا، زي هي الخوافه، شافت الكلاب الكلاب وبدات ترجف غير بوحدها، الله لقاو هاد الدوره هادي باللي مازال كاع راني غلط، ذا هي الخوافه، ها هو عاد ثاني الزوم ما خدام ميردا، ها راه 7 اند 11 فرا، تحياتي من بروكسل، ها انا وصلنا للطريق ديالي عاود، انا نشوف كي تشوفني خايف نبقى نهضر بشويه، البوليس البوليس عيبط الله، عتقول روح عتقول روح عتقول روح، ها هما شتو راهم دايين دري ودريه، راهم دايينهم فرقوني طشتهم، راهم مراكبينهم، انا كي تشوفني ساكت ونهضر بشويه عرف بالله دخلني الخوف، غير انا نلقى هاد الطريق فيها الروكارات نبدي نغوت ونزكي صافي نفرعن،
هذا هو حالنا حنا العرب. لقينا الطريق، انا واعر انا واعر. دروك غادي نفوتو عاود واحد، منعلنا شنو هادوك اللي راهم داينهم في اللوطره، تكون شي مضاربه وشي روينه كحله. هادي 3 ايام، ماشي 3 ايام، 3 ايام جو كروه ما كليتش الشيكولا، ما راش عاجبني الحال. لا تعجبني الشيكولا، الشوكولا او الشكلاط ما يسمى بالشكلاط. ابلوني كاع ما بقيتوش تضربوا في البانطايا، كاع ما كتضربوش البانطايا، حتى الضرب في البانطايا حرام ولا؟ ضربوا في البانطايا صاحبي، شجعونا شجعوا المنتخب الوطني. باش كلشي باللعب، بصح غدوه ما غاديش نمنعها. غدوه هذيك السهره اللي كانت بالجوق، ان شاء الله غادي نقعد قدام الجوق ونحط لكم التليفون وندير له الشارجور بالباتري، نحيد الباتري لا موطور ركبه تما قدامهم. كضحك سمعت، ونخليكم الماسك. شكون مع موزمبيق مات فوتش مع زنق. هذه هي الطريق اللي تديني حتى لوطيل. واش غادي ندخل ندير في لوطيل؟ ما فياش النعاس بصراحه، عندي تما الدليع نضرب بعدا الدليع راه في الثلاجه، وعندي الماء بارد. ايوا نتفرج عاود شويه على سويس لايف، ندخل عند سويس لايف عاود نتعاير انا وياه شويه، نخرج شويه داك الجهل وصافي. ها هو حويني تاع دي ماكش شايفها. 7 ان لايت 7 ان لايت سي. شتا داك العصير اللي شربته بشحال خلصت فيه؟ خلصت فيه 40 ياك، 40 باط فلوطيل. بشحال كيحسبوه في السوق؟ في السوق الشعبي اللي راني مصوره في اليوتيوب كيحسبوه ب20، وتقدر تهبطوا لهم حتى ل 15 باط، يعني بحال تقول 15 درهم، ولكن الايفالواسيون ماشي كيف كيف. وفي لوطيل بشحال كانوا يحسبوه لي؟ حسبوه لنا ب 140. تخيل انت يضربك تحت الودن، فهمت كيفاش؟ تقولي خل عندك شي ديما، حاول ما يمكن تدخل الاحياء الشعبيه. دروك بدات الفراجه، راك دروك في حومتي، مرحبا بكم في حومتي. ضربوا في الشاشه، الله يرحم الوالدين، تبانوا لي ما راكوش تضربوا. ضربوا 5600. انا ما غاديش ندير كيما سويس لايف كيقول لهم، غير كيوصلوا عنده 15 كيقول لهم غادي نطيح اللايف ونولي نطلعوا. لحقاش فاش طيحوا دروك انا لو كان نهبط هذا اللايف ونولي نحلو عاود من جديد، يولي يطلعوا عندي 100 والصرف. لحقاش الشركه نتاع تيك توك هي اللي كتدوز الناس، تقول لهم ها هو واحد اللايف دخلوا تفرجوا له وكذا. انا ما نديرش، انا ما كنفش نبغي ندخل للوطيل وكنبغي نطفي اللايف، كنبقى نطلب منكم السماح، كنقول لكم كتجيني حشومه نقطع لكم في وجهكم، فهمت؟ بنادم قاعد وانت ويتفرج معاك ومتع وتنط تقطع له في وجهه وما جاياش. ايوا الا تبغيوني ضربوا اخوتي، ضربوا في البانطايا ضربوا. ها هو يلاه ضربتوا 100 وانتم هنا 69، يعني شحال جاتكم؟ جوج ضربات لواحد. دير سبعك صاحبي، هاني انا راني نضرب. استقربك. يا الله عمر السلطه اللي خصها شويه الخضره. صافي ها هي الضره، هاهم البيض مسلوق والخضره. ها كنبغيكم، هاهم القلوب راه متطلعوا. زيد هاي نقزت 6400. زيد اخوتي زيدوا، اضربوا وانا هاني غادي معاكم نفرجكم الخضره. هاي تختار لهم شعيبيه، ضربوا ما راكوش تضربوا، ضربوا اضربوا. ها هي ملكه، ضربيني هي راه بغات تضربني. ضربوا اخوتي، ضربوا. ها هما هادو صحاب الفروته. وفي المغرب يقول لكم ما تصورش، ما تصورنيش. كبسوا يا شباب، والله الا برافو عليك. كبسوا اضربوا. ها هو المانجو، احسن مانجو. ها الشعريه هذه ما عرفتها شنو هي، هذه الشعريه هذه والمانجو والله لا نستعرف بها. نو قلت لها شكرا. هذا ماشي كيش يبيع لاب، هذا كباب، هذا شتاول. ها هو كباب شتا، وراك السلطه هنايا الخس، وليت نزعم عليهم. كبسوا. الله يكبس اعداءكم، كبسوا الله يكبس اعداءكم، يكبس عليهم ان شاء الله اللي عاداكم. كبسوا. اضربوا في الشاشه من فضلكم، اضربوا حتى يطلع اللايف. ها هي الشبهات الريزورت. لأنكم لا تكبسون، كبسوا من فضلكم، وصلوها لي 10,000، ارحم أبوكم، وصلوها. هاو هاد البار زويون، فرج
سيفين فين هاد البلاد في تايلاند اخويا كبس كبس سالتني وجاوبتك كبس من فضلك الهم ديال الكلاب ولكن مع الدوني ما غوتوا عليا ما والو الله يعلم غير راهم يتعاملوا معايا ملي راني في الزنقه عامره ممكن يشدوني في شي زنقه منا ولا منا ياكلوني كبسوا 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 الله يكبس على اعدائكم كبسوا 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 راه غادي الشيباني بلا موطو هذيك مازوت ها الشوا هاو بالشوا انا هو بالشوا انا هو هاو بالشوا هاي نو سولو اي نو بروبليم نو كارا نو ها هو الشوا ثانك يو ها هو الاخوان وريتكم الشوا كبسوا كبس اش كدير تماك اولدي شحال في عمرك انت اللي كتبت هذه اولدي كنكرهها كنكرهها انا ما حتى واحد ما يجي في بلاصتها سمعت شتما انا حتى واحد ما يجي في بلاصتها وانا الجن ديالي هذوك اللي كيقول لك لنتضامن مع امي فتيحه اش من امك فتيحه امك وحده اولدي زعما باللي راك اولدي زعما ما روحي تهلاي في ولادك الفري اما انا ماشي ولدك سمعت انا ما وحده راه الجن ديالي هذه اكلمه اولدي بنادم كيعصبني بها اولدي ولا يجي عندك ويقول لك مي مي فلانه وتهلا غير فمك يا ولد الحرام فاش تقول لك نوض جيب البوطه سير جيب البوطه ماشي في الزنقه الناس تقول لهم مي فلانه امك ما تبقى تصوت عليها وما تجيب لهاش البوطه ان شاء الله اخويا نتعلم الانجليزيه باذن الله والله اخوتي الا كلمه اولدي كنكرهها نبغي ما تقول لي ولدي الله يرضي عليك كذا بصح البراني انت براني يا مراه وجاي لي اولدي زعما كيستصغروا بك كاين اللي كيمعني بها بلي زعما راني راك غير قد ولدي زعما راني انا نعلمك وراني ما كاينوش هذيك النيه الزينه وما بقاتش في هذا الوقت نتاع الميمات ما بقاتش اولدي كي ولا الفرخ عنده 14 عام كيلصق في مراه كبيره في الطوبيس ها هو شتاه مسكين ما يدير والو كي ولا الميمات عليهم الطلب ما بقاتش اولدي سمعت والراجل انا حتى واحد ما يجي با وانت تقول لي اولدي نهرس لك لا مشوار ديالك يكون عندك 50 عام انا عندي 40 عام نهرس لك لا مشوار ديالك لا وسختونا في داك المغرب والله الا وسختونا لنتضامن مع امي فتيحه لنتضامن مع امي ريما ولا معك سميتها هذيك الشيخه اللي دايره الانترنت في اليوتيوب حتى هذيك انا دروك غادي نقارنها زاهية دروك هذيك اللي عندها اليوتيوب غادي نقارنها انا بالوالده ديالي واشوف لك انت الفرق وراك يشتي الوجوه وجه الاخرى وجهها ما يبشرش بالخير شت الخير ما كيبشرش نجي نقارنها انا مع امي اللي من اللي حليت عينيا في الدنيا ملي كنت بز وهي تصلي الفجر في وقته والصلاه وكلمه العيب ما تسمعهاش من فمها نجي نقارن مع امك انت يا اللي ما عرفتي واش شنو غادي نبقى نقول شي هضره نشوف الاحترام الواحد الا كانوا صبر صبر كانوا يو اقول ولدي انا ما شفتش تعب لا 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 والله الا راكي غلطه ولا كنت راجل ولا امراه مش عارف بيبي لا بعدا ديجا السميه اللي راكي دايره مش ما من حقكش تقولي ليه لو كنتي بعدا امراه غادي تكتبي خديجه عائشه حفصه ريم شي اسم تي دايره بيبي نو جو سي با وتقولي لي اولدي انا ما غادي نقارن انا ما شعرها احمر بالحنة سمعتي غادي تجي انت يا وجهها بيض وكذا والصاله وتلبس غير البيض والله يرحمها غادي تجي انت تقولي لي اولدي نقارنك انت مع امها هذه راه ما تكونش وقلت الله يفي ولادك شتي ولادك اللي تجيبيهم من كرشك هادوك الله يفيهم اما ولاد الناس خليهم عليك في التقار وسمحي لي الا هضرت معك بهاد اللهجه انت غير جيتي في الطريق وكذا لحقاش راه الضغط راه جاي من بكري فهمتي الضغط راه جاي يضحك والله لا يعطيه الدل واش عرفت معاه من راك تكلم انا اسم زميلي ماشي بينيلا زميلي واش هذه زميلي ما فهمت روح بعدني الله يرحم الوالدين خليني الله يرحم الوالدين ما تقوليش بخطر اخرى ما تعاودش تقول لي ابني ولدي ولا شي حاجه سمعت قول لي خويا خويا تسمى بحال راني خوك في الاسلام بصح ولدك فاش ولدك واش با دروك راني نعم عام في الراف ما فهمتش انا طا نقول شي هضره عاود ما تعجبش الناس لا تنبح عليا رد بالك شويه
والعصير في الكاس الكبير. لا ماشي العصير والله ما العصير. اللي شكون اللي يعجبه بحال هكا؟ انا ما يعجبنيش. درك جاره تقول لي اولدي كاين اللي تقدر تقبلها منه، فهمت علاش كتنوي باللي راه كيحن فيك؟ ولكن انا في هاد لاج تاع 40 عام غادي يجي ولا 41 عام، راني يلاه درتها في 8 جونفي درت عيد الميلاد في بانكوك، يجي واحد عنده 50 عام يقول لي اولدي شنو كينوي فيها؟ كينوي فيها باللي زعما هو راه قافز، هو راه كبير عليا، هو راه يفهم، وانا راني غير قد اولدو زعما راه عادي حيد لي الخروق، فهمت؟ وهذيك ما خداماش. والله لا تلفونا على لوطيل، ها راه لوطيل. ولات كتستعمل هاد كلمه اولدي في بلايص ما منحلهمش. ريغول ما قريت شنو راكي كتبتي لي فاش قلتي لي ريغول. ها لوطيل ديالي وصلت لبصاش، غادي ندخل ندير انا هادي ما ندخل ندير، انا مريح. فين نريح؟ فين نمشي؟ نزيد نكمل السوق كاز البحر عاوتاني. وراك ما تلفت لي طلع ندير شي فيلم. عيد ميلاد سعيد. شكرا نبيل، راني درت 41 وشعري مازال ما شاب. يلا عندي واحد 3 تاع الشيبات واللحيه فيها الشيب. الشيب عرفتوا شكون هو السبب ديالو؟ كاين اللي عنده وراثي، بصح انا ملي كنت صغير كنت تقول لي الخوادريه ديالي عندك تبقى دير الجيل شعرك ولا دير البارفان. كان عندي واحد خالي محمد زاهيه باكي شتي الله يرحمه شعره شحال بيض. علاش؟ فاش كان بكري فاش قبل ما يخرج يجتي معاه وكان موظف والحديده ويتهلا في راسه كان يدير البارفان في يديه ويدوزو على شعره ولا له شعره كامل ولا بيض. وديتها في عقلي والسنين عاوتاني كتوصيني اختي تقولي فاش كانوا يقلعوا السنة هادو والله العظيم راني نحكيهم لكم بالقلب. فاش تحيد السنة لولدك هكا شي دري صغير ولا تحيد السنة وصيه قول له ما تبقاش تلعب في سنيك، لحقاش هي كتكون عاد كتخرج وهو كيبقى يلعب فيها بلسانه وهو ما كيحش كيبقى يدفعها كتخرج عوجة. وسبحان الله والله اخوتي الا عندي الفم انا مسقد كيسقسيوني يقولوا لي واش درت لاباراي ولا. الحمد لله يا ربي اللهم اديمها نعمه يا ربي. واش الشعر باقي؟ اللحيه كنت كندير مره البارفان عندي فيها شي شيبات مانيش نقرا الا شي واحد راه يضحك عليا ولا اي واه بيض شعره كان يدير البارفان كان يكب على اليمن وعلى اليسار ويحك يديه ويدوز على شعره التبوكيسه زعما واه ايه واش غادي دير شعره كله بيض كله ما فيهش وحده كحله ايوا صافي رانا جايبين معكم الوقت ونهضروا ونشيخوا حيدوا عليكم القنطاره راه كينولي الاسبانيول عاود ما كان لا لايف ولا والو حتى نمشي لفالنسيا وندير لكم اللايفات محقاش ايرون ما فيهاش زعما شي فراجه درت لكم على الواد فاش فاض درت لكم على المدينه كاين فيديو مصور على المدينه على الدخله لفرنسا الحراقه البوليس درت لكم شوف ماشي معايا راه يهضر سمعت هذا هضر بالروسيه عندك واحد الحاجه عجبتني في الروس كيجيو كيجيبو معاهم نساهم ما كيجيوش بحال لي زونغلي كي اونغلي والامريكان كيجيو يفسدو وشوف ها ودركي ها وجاوبوا هذا اللي قال لي هذا بحال خونا ديال البارح اللي قال لي وري وجهك اش دير بوجهي وانت سميت كراشي دغيا قول لي دركي انت سميت كراشيد وباغي تشوف وجهي واش دير بوجهي علاش تناسب معايا سمعتني عندي 41 عام قلت 21 عام هو عندي 41 عام صافي قلت وما مزوجش قلت هذا شي خبزه جابها الله راه فيكم نتوما هاد كاينين واحد النوع فيه هاد البلية هادي نتاع وفلانه راني جبت لك الراجل راني دبرت لك الراجل نرى عندنا عيب بحال هاد الصوالح في العائله ديالنا عندنا عيب تقول لاختك تقول لها راني دبرت لك على الراجل عيب كاع بزاف عارفك وجه الطارو شت هذا درك ما تبلوكيش تعرف علاش هضر وزعق وضحك وقال وجه الطارو ولا وجه الدربوكه ولا سي با غراف انا تبلوكيني اللي يطيح الهضره اللي يطيح الهضره باي باي ما تحسنوا عوني حنا عندنا حشومة واه وجدها معايا فعل القرص حتى هو اللي يضرب فاك فهمت عندنا عيب صاحبي سيد ما نحكي لكمش هو ناسيوناليتي ديالو منين ركب في الكار غادي لواحد المدينه في المغرب ما غاديش نقول لكم ديك المدينه فين ركب قدامه واحد من واحد الدوله ما
غاديش نقول لكم فين. في الطريق سوله واش مزوج واش كذا، اجبد التليفون يا دينكم قدام الناس وكيقول لها وافلانه او شوفي راني جايب لك الراجل معايا وكذا وهادي طرف تبهديله اكثر شيء تبهديله، عيب لا دبروا لي على الراجل باش مشي للخارج وهو كاين حمار باقي يخطب تما ما جاياش صاحبي، عيب هادي قبضوني هنا الكلاب هادي خلص فيها التالي ونمشي. انا راه السوق هذا هو السوق اللي قلت لكم عليه، هادو كيجمعوا نزيدوا على الله الا لقينا الكلاب نوليو على الطريق ودي يلا نوليو. خلينا صاحبي تحرى الساعه راه 10 راه 11 قبل 5 نقص 6 السوايع يكون عندكم التوقيت ديال المغرب. خليني نولي راه عندي الدليع في الدار نمشي نضرب الدليع بارد حتى انا لازاري. برافو عليك شفت الكلاب غير يضرب صح مع الدوني ما دار والو اخويا كاينين ورحنا في السوق رحنا بحال تقول في الجوطيه ولا تما راني شاد لوطيل فهمت مانيش جيت لي زوطيل فين كنت النهار الاول نخلص 60 اللهم نخلص 18 ويخرجوا لي الكلاب ولا نخلص 60 والدعوه خاويه ما كاين والو ما كاين لا هراج ولا تشوف حتى حاجه. كي جاتك هذه اما وكلينا وراه باقي لي عاد تما الماكله من الغداء فهمت داك الخبز نتاع السوريين نمشيو وخرني شبعان الصراحه نمشيو نديرو الشيكولا اللي ما جبتهاش وهذاك الحانوت ما عقلتش عليه نمشي لذاك الحانوت الما عندي كبسو انا زيتكم راه دارت 11400 والله العظيم قال له الاخر كبسو ولا ولي واحد الهبيل غادي يصرعني يضربني بشي حجره ولا شتاه ولا مسكين دلي هاكا بصبعو ديك اللعبه زعما برافو شوف يا صاحبي حنايا البشر فشكل كبسوا الله يكبس على اعدائكم ان شاء الله. ها هو كلبون والكلب الزوج ها هو قدام واش تعدى عليك ما يتعدى عليك ما يدير لك والو حدا راسك غير من البشر ديالنا يبقى يعاير فيك فين هادي خويا هادي في تايلاند الرجل الزين مرحبا بك عندنا هادي في تايلاند في باتايا واحد المدينه يقولوا لها باتايا هادي كي تكون عندكم 12 ديال الليل نتوما انا تكون عندي 6 ديال الصباح انا راه خاصني نفيق مع الخمسة الا قديت نفيق باش نصور هاد الزنقه هادي غادي يجيو فيها لي شاولين خاصني ندير لكم شي فيديو زوين انا قلتها لي غير الدريه هي اللي كانت تفيق بكري منايا هي فاش تفيق تقول لي راك فيقتني وليت نشخر ما كنتش عارف راسي راني نشخر حتى قلتها لي هي قالت لي تشخر قالت والله هو كيحكي لكم واحد اللقطه ولا تتموتوا بالضحك بقيت انا عصا في الارض حق الرب المعبود الى نعزه في الله ومع نوت ومدور عليها وقلت فين مشات هادي وانت جايبه لي الضو تاع التليفون ركبينها كارلا قالت لي رونكا سموت شو قالت لي ما خليتنيش نرقد فيقاني قالت لي ما بغيتش نديرونجاك واه ما عليهش كارلا الله يعمرها سلعه واحد الدريه نعرفها من 2006 وحنا معرفه اصدقاء نتعاملوا بالفلوس شوف انا فرقونيطة ما بغوش يديروا لي عليها الورق في الاسبان كخصني ندير لها واحد تقوليبة وفرقونيطة القيمة ديالها واحد تقول واحد 20 مليون جايبها من الالمان ما غادش نقدر ندير لها الورق غير بواحد الطريقة ديال النصب خصنا نديروها على سميت شي واحد يكون في الالمان ساكن مهم قصة طويلة عيط الله فامي قسما بالله قال لي جيبها لي الفرقونيطة قال لي ولكن تخليها لي هنا في فرانكفورت هذا لا فامي عيط لها قلت لها صفت لها ميساج قلت لها كارلا كيرو هابلر كونتيغو اورخنتي قلت لها ايرجون ما كملاش 10 دقائق جاوبتني مخلوعه قلت لها كي تي باس قلت لها فوالا البروبليم هالبروبليم قلت لها صبر عليا قلت لي بعد غدوه نعيط لك بعد غدوه ليه هي راه مشات للترافيك وسولت وكذا وهذه وري قلت عيطت لي قلت لها راني السيتار انا باش تعرف بنادم هذو العمليين الناس اللي قراو وفاش كان
عيطت لي قالت لي راني شديت الرونديفو وكذا وهادي، قالت لي بغيت تجي غير بالطياره، قالت لي وجيب معاك الماتريكيل، قلت لها لا نجيبها معايا. مشيت عندها لي قلنا درتها على سميتها لدرك، راها على سميتها اللوطو والله. هي عاود تجيب الفلوس بحال هكا، الفلوس هذيك بحال تبيض الاموال يعني باش ما تخلصش عليهم الضريبه. انا الري قال لها في الاسبان، فهمت كيفاش الري قال لها في الاسبان لمس التعامل بيناتنا ما كان لا خدع ولا تحرميات ولا والو، وهي تخسر عاود الدراهم هنايا في تايلاند. وقسما بالله الا نبقى نسقي عليها نقول لها واش جابك انا تخلصي عليا ولا، تقول لي لا انت راك خلصت لوطيل. لاقاش هي خلصت لوطيل في البدايه وما عجبنيش لوطيل، قلت لها نبدلوا لوطيل، قلت لها انا راه ما عجبنيش هذا لوطيل. صدقت انا خلصت لوطيل وهم ردوا لها النص تاع الفلوس، ما ردوا لهاش كلش. قلت لي لا، قلت له تخلص العشاء وداك الشيء اللي خلصته هي اكثر من داك الشيء انا اللي. الناس الناس الله يطيحكم في الناس الزينين ويبعد عليكم ولاد الحرام والله. هذه دعوه خرجت من القلب. مانيش نقرا سمحولي. امين خويا الله يحفظك. شنو امين ما تبقاش الرانكاس وشنو ندير، خصني نضعف حشاها لي القارو. فاش قطعت القارو شويه سمانيت فهمت، قطعته باللوز كتعطيها للقص وهذه فهمت، باش نقطع القارو صدق حشاها لي وليت نضرب الشبكه ديال السردين بوحدي. فاش كنت صغير كنت ناكل ثلاثه تاع السردينات، واليوم وليت ناكل قبل ما راني ريت درك حط كيلو تاع السردين شبكه قداش تحشيها في الفران وندردر عليه الملح حتى مسكين راه مقروب. تفا شو هذا خاف بداو يعرفوني. هادي موراي واحد لا موطو رد البال.